مشاهدينا الكرام وين ما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا في سرا مسرا. سرا مسرا البرنامج اللي يقدم لكم رؤية مختلفة على أحداث الأسبوع، رؤية ما تلقاوها غير في سرا مسرا. معايا هشام موفق. مساء الخير رشدي، مساء الخير للزملاء، للضيوف معنا وأيضا للمشاهدين. لكن سمحت لي نترحم على العشر أشخاص الذين توفوا في واد مكناسة في شلف. نترحم على الأخ علي بوناب اللي فيسبوك كله غرق بترحم عليه وإن كنت ما نعرفوش مليح، وفي العمل الخيري. وأيضا نهني المسلمين بليلة الإسراء والمعراج اللي كانت البارح. جميل. حتى هنا نهني هشام موفق بكتابه الجديد اللي صدر مؤخرا، راح نتحدث عليه في آخر الحصة. رحمة. مساء الخير لاتسم سرا مسرا، توجور ان بليزير نتلاقى بكم وكاع المشاهدين ديالنا. مرحبا رحيمة. ميرسي بوكو. واحد راهم داير البوز بزاف، بصح ماشي هنا، في فرنسا، في بين قوسين، محمد علال. حسن ما عجبوش الحكي، قلت له فرنسا. احتكار ولا وش؟ هاك تشوف. مرحبا مرحبا بكم، مرحبا بنا المشاهدين، ان شاء الله دائما نكونوا في المستوى. وانا دائما عندي قاعده، يعني احنا نتكلم نحاول نقدموا اشياء اضافه، اذا اخطانا الجمهور يوجهنا ينصحنا نتقبلوا النقد، والى احسننا فهذا مش مزيه من عندنا. حكايه لا تيريفال مازال تتحكى حتى دوكا، دوك نحكيو عليها. شيخ الشيوخ مهدي بن راشد. مساء الخير لعائله سرا مسرا، مساء الخير للمشاهد الكريم. شيخ الشيوخ علاش؟ مش غير بالفكر وبالكلام الزين، شيخ الشيوخ لانه البارح ولا جد بشكل رسمي. بالبركه. بارك عليك. حسن ولي. بون، مساء الخير عليكم، اهلا للبوبليك، مرحبا بكم، مرحبا بصديقتنا جاهده، جاهده رمضاني. الله يرحم كاع اللي ماتوا في الجزائر على كل حال. كل موفق ان شاء الله. فوا ان ديبا انتيريسون اليوم اللي تم يسون انتيريسون المواضيع. حسن والي دائما يبدا بالبيبليك باش قبل ما نبداو عنده حكايات جانبيه مع البيبليك. نضال. حيونا نضال، زيد نضال. نضال، قبل ما تكلم هي اللي صنعت الحدث الثقافي هذا الاسبوع، مسرحيه للاطفال في المسرح الوطني الجزائري تيانا، كان ارشي كومب، ما كانش وين نقعدوا باش نشوفوا العرض نتاع نضال. مرحبا نضال. اهلا بك. الحمد لله على كل حال. مارس كيقولوا، مارس المراه، مارس الحب، مارس العطاء، ومارس المسرح. تحيات حب وتحيه انثويه لكل حراير الجزائر ولكل صناع وعشاق الحركه المسرحيه في الجزائر. اهلا وسهلا بنا، بالجمهور اللي راه يشوف فينا عبر قناه لينا واللي راه حاضر معنا هنايا. وكي تقولي المراه نضال نقولوا لافيون روز. اي والله جاهده رمضاني. مرحبا بك. شكرا رشدي، يعني شكرا على الاستضافة. احنا اليوم حسن ندخلوا من باب المناصفة السياسية، حتى المناصفة حتى في لي بلاتو خص وحدة ونقولوا ربعة مقابل أربعة. والملاحظ الأجنبي هو حمدي شجع. مرحبا حمدي. مرحبا بك يا رشدي، وزي ما بقول دايما كل مرة أنا بستنى يوم الخميس عشان الصحبة الجميلة. جايز المشاهد بيشوفنا أوقات بنوصل في موضوعات، في نقاط، في حالة اختلاف، وده الطبيعي في البرنامج نختلف. لكن في اللي ما بيشوفوش المشاهد في الكواليس قبل البرنامج بعد البرنامج، في حالة من المودة والمحبة. صحيح. اللي بتخلي كل مرة الواحد يبقى حريص جاي مبسوط جدا. ويضيف على كده طبعا حتى الجمهور اللي الفناهم حتى بقينا اصحاب معاهم، يعني شكرا جزيلا. صحيح. هذه عائله سرا مسرا اللي راح نحكيو في حلقتها اليوم عن الارشيف الفرنسي اللي فتح للجزائريين، عن قانون الاسره والمطالبين بتغيير مواد منه، نتحدثوا ايضا عن المراه، عن التحرش ايضا، وايضا عن الراي، وحكايات اخرى. ابقوا معنا. تحية لكم مجددا مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم تنطلق على بركة الله وفيها مواضيع مهمة كما قلت، خصوصا في الشق الأول اللي راح نتحدث فيه على العلاقة المعقدة دائما ما بين الجزائر وفرنسا، وفتح الأرشيف للباحثين وللجزائريين من فترة 1920 إلى 1971 أو 70 في الوثائق الرسمية، لكن في حقيقة الأمر هي في تاريخ 1971، يعني 50 سنة للوراء يمكن
الباحث الجزائري والمهتم الجزائري أن يطلع على أرشيف فترة مهمة من تاريخ الجزائر ما قبل الثورة التحريرية، إبان الثورة التحريرية وحتى في السنوات الأولى للاستقلال. موضوع مهم قابله الكثير من الجدل أيضا، مطروح حول أهمية هذه المبادرة وأهمية هذا القرار اللي جاء من الضفة الأخرى من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لماذا هذا القرار؟ جدوى هذا القرار، أهمية هذا القرار، توقيت هذا القرار، وأيضا ما يمكن أن يفرزه هذا القرار من إشكالات تتعلق بالذاكرة المشتركة بين الجزائر وفرنسا. حسن موالي، كيف استقبلت هذا القرار، وهل تعتقد أنه يستحق هذا الجدل؟ نعم يستحق هذا الجدل، موضوع شائك، موضوع منذ 62 والجزائر تطالب باستعادة الأرشيف أو على الأقل الإطلاع على هذا الأرشيف، أرشيف الثورة الجزائرية. ولكن لنكون واقعيين، هناك يعني هناك أجندة سياسية في فرنسا. أنتم تعلمون أن في 2000 قبل عام 2022 ستكون هناك انتخابات رئاسية في فرنسا، إذا ماكرون يريد أن يستقطب الأصوات الجزائريين الفرنسيين ذو أصول جزائرية. يقال أنه حوالي 5 ملايين، يعني رقم عدد لا يستهان به. دونك يريد أن من خلال هذا الإجراء، وهو على كل حال إجراء يعني ماشي ليس بإجراء ضخم، يعني أنا شخصيا كجزائري كنت أنتظر أكثر من هذا، أكثر من هذا، لأن أولا يجب أن نذكر المشاهدين أن في هناك قانون 15 جويلية 2008. هذا القرار اتخذ في 15 جويلية 2008، ولكن يعني الأرشيف السري السلطات الفرنسية رفضت أن تعطيه للباحثين. في 2011 صدرت تعليمة وزارية في فرنسا يعني تمنع منعا باتا للباحثين والمؤرخين الفرنسيين والجزائريين أن يعني يطلعوا على هذه الأرشيف. إذا المؤرخين الفرنسيين والباحثين أصدروا لائحة، إن بيتيسيون، إن بيتيسيون أمضى عليها 15,000 باحث فرنسي. وفي قرار بنجامان ستورا أدرج هذا الطلب في التقرير تاعه. هل قرار ماكرون الأخير هو استجابة لمقترحات بنجامان ستورا؟ هو استجابة لاقتراحات بنجامان ستورا التي كانت نتيجة لمطالب المؤرخين، هو بذاته مؤرخ وأمضى على هذه اللائحة. إذن هي مسألة فرانكو فرنسية لنقول ذلك، ولكن المعني الأكبر بها هي الجزائر. ولكن عمليا لا، المعني أنه تتطرق لفترة استعمارية وما بعد الاستقلال أيضا كانت اليد الفرنسية أيضا طائلة هنا في الجزائر، وبالتالي هو أرشيف مهم مهما كانت أرشيف مهم مهما كانت خلفياته. أنا الخلفية هناك خلفية انتخابية بالنسبة لفرنسا، وخلفية علمية أو تاريخية بالنسبة للمؤرخين الفرنسيين الذين يريدون أن يدرسوا هذه الفترة، يريدون الوصول إلى الوثائق الهامة لمعرفة التاريخ وكتابة تاريخ جديد. أما بالنسبة للجزائر أظن أن ما قام به ماكرون يعني شيء لا يعد أن يكون بسيط جدا. طيب كلمة واحدة برك، هل أنا أطرح سؤال، هل السلطات الجزائرية أو الدولة الجزائرية بصفة عامة هل تريد حقيقة استرجاع الأرشيف؟ نعم. هل أنا أتساءل، لأن أقرأ عليكم ما صرح به سيد شيخي قال بعض وثائق الأرشيف ستظل سرية رغم انقضاء القوانين والمعايير العلمية لنشرها لاعتبارات أخلاقية تمس بسمعة أشخاص وتسيء لبعض الأفراد في أخلاقهم ولأسرهم، وكذا إمكانية إحداث هذه الوثائق زوبعة خطيرة في المجتمع. هشام، أنت تستمع إلى حسن، ربما هناك جانب من التهوين بخصوص هذا القرار، يعتقد أنه قرار فرنسي، وبالتالي ردود الفعل في الجزائر أو جدواه هنا في الجزائر ليست بحجم المسعى السياسي أو الغاية السياسية الفرنسية. ما نشوفش أنه تهوين، بالعكس أنا نشاطر حسن في هاد الرؤية. العام الجاي 2022 كاين انتخابات فرنسية، ماكرون لأول مرة يواجه مارين لوبان في انتخابات ما راحش يكون فيه مرتاح، لأول مرة ممكن مارين لوبان تربح انتخابات رئاسية العام القادم، فهذا بالنسبة لماكرون
قضية حياة أو موت. لهذا هو يريد أن يخطب ود مجموعة من يعني كتلة ناخبة كبيرة اللي هم جزائريين من فرنسيين من أصول جزائرية. لازم ننبه رشدي أنه هذا القرار هو للإطلاع وليس للاسترجاع. فاحنا مش يعني يمكن أن تطلع عليه، وخاص بالباحثين الفرنسيين. كانت هناك 15,000 شخص باحث أكاديمي كانوا طالبوا بفتح هذا الأرشيف. ماكرون ينتمي إلى جيل اللي ما عندوش إشكالات تاريخية، هو شاب فما عندوش ذلك التأطير اللي عند الجيل اللي سبقوه من السياسيين اللي بالنسبة ليه سي تابو ولا يخاف. وبالنسبة ليه كما أكلابس الشيميزي قمت جاه وفتح قفلة، لكن هو في هذا لكنه دخل في قالب الإليزي، وبالتالي يفكر بما يفكر فيه الإليزي وليس الشاب ماكرون. هو بالنسبة له اللي نشوفه أنا أنه ماكرون يلعب ورقة انتخابية. علاش نقول ورقة انتخابية؟ لو نقارن مع الموقف الرسمي الجزائري ما نشوفوش أنه كاين ذلك الحماس من 62، مش من درك، ما عندناش ذلك الحماس من أجل استرجاع الأرشيف. كاين مطالبات، كاين أحيانا برلمانيين يتحركوا، كاين ما عندناش. نعم كي تقول ما عندناش، انت هنا تمد في وصف جماعي لجزائريين، لكن هناك باحثين. قلت لك رسمي الا ما سمعتيش. لا حتى رسمي ما عندناش كثير من التصريحات، خصوصا في الفتره الاخيره، السنوات الاخيره، تتحدث عن ضروره استرجاع الارشيف. حتى واذا استشهد حسان بتصريحات شيخي. هذا لا يمثل التصريحات الاخيره الرسميه، سواء من وزاره المجاهدين او من جهات سياديه. ما هي معليش التصريحات التي طالبوا بها؟ احنا لو كان كنا حابين حقيقه نرجعوا الارشيف كان عندنا الادوات باش نرجعوا الارشيف. لهذا السؤال دائما الذي علاش لا تملك الادوات. هشام اعتذر على المقاطعه، انت تنتظر الادوات من الاخر، من الضفه الاخرى. لو كان جيت تملك الادوات نتاعك، هل تعتقد انه راح نستناو اكثر من 60 سنه 65 سنه 70 سنه بعد الاستقلال باش نبادروا بفتح الارشيف؟ هو هذا السؤال الذي احنا قاعدين نطرحوا فيه رشدي. علاش ما عندناش هذا الحماس؟ علاش هذه الرغبه الملحه من السلطات الرسميه من اجل ان تسترجع هذا؟ هل سيكون هناك اشخاص او خلينا نقول جهات معينه سوف تنضر من فتح هذا الارشيف؟ هذا السؤال لازم. جميل. هشام وحسان مع الدخله الفيتو. حسان مع الدخله اعطونا فيتو حسان. الو لازم يعلم المشاهدين ان عندما نتكلم عن الارشيف، ارشيف الثوره الجزائريه في فرنسا، هي ليست مئات او الاف من الوثائق، ولكن كيلومترات. الجزائر لا تملك الإمكانيات لاستعادة الأرشيف. الإطلاع ممكن جدا، ولكن مراكز خاصة لجمع هذه الأرشيف غير ممكن. إذن أظن أن خير يبقوا فرنسا، ولكن يجب إتاحة الفرصة للباحثين والمؤرخين باش يطلعوا هذه الوثائق لكي يتسنن للجزائريين معرفة ما حدث بين 54 و62 واكتشاف محارق التي قامت بها السلطات الفرنسية في الجزائر، لنعرف من قتل الحواس، من قتل عميروش، من قتل عبد بن رمضان، من كل هذه الزوايا المظلمة التي تنيرها هذه الأرشيف. ولكن من جهة مقابلة أنا أريد أن أعرف الأرشيف الوطني الجزائري. يجب علينا كتابة التاريخ الحقيقي للثورة الجزائرية. عندما نتكلم عن المجاهدين المزيفين، نحن نريد أن نعرف حقيقة هذا الشيء. من قتل عبد بن رمضان في 1957؟ من قتل شعباني؟ هذه ذاكرتنا الوطنية يجب أن نطلع عليها. فرنسا يجب أن نطلب من فرنسا استعادة الأرشيف، ولكن نحن يجب أن نكتب تاريخنا، ويجب أن نطلع على تاريخ الثورة الجزائرية لكي نعرف. جميل. نضال، وأنت تستمعين لحسان وهشام، وأنت أيضا مهتمة بالذاكرة الجزائرية، خليني نتحدث معك بشكل مبسط. شعبوي. وش يعني كنت؟ لا مش شعبوي، حتى التهمة هذه كثير عليك بزاف، ولات هذه شعبوية. نضال مثقفة، ونضال عندها وعي كبير، ونضال أفكارها خصوصا خارج البلاطو قد تحرج كثير من الناس. أنا أشارك داخل البلاطو معليش. نضال، وأنت تتابعين هذا النقاش، وش يعني كنت أنه يتفتح أرشيف سواء كما قال حسان فرنسي أو فرنسي جزائري؟ وش يعنيك أنه تعرفي شكون اللي قتل الحواس، اللي قتل عميروش، كيفاش صارت الحادثة الفلانية، من تآمر مع من دخل بيت من، وش يهمك؟ شوف، أولا الحكاية هذه جت متأخرة جدا، ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ يعني أنا مانيش موافقة هشام لما يقول لك ماكرون صغير ومن جيل الشباب. هو ماكرون تاع الصح، يعني ذكي جدا
وعلى باله واش راه يدير لنفس لحاجة سياسية في نفسه. هو يحب يدغدغ مشاعر الجالية الجزائرية والجزائريين خاصة، لأنه مقبل طبعا كاين انتخابات وكاين، هو على باله واش راه يدير. السؤال المطروح، هل عندما يفتح الأرشيف هل سيفتح على مصراعيه أمام الناس اللي صح صراحة حابة تعرف الأرشيف وتعرف التاريخ الثوري الجزائري وتكتب بصدق ومصداقية، أم يفتح أمام الناس اللي هما يدغدغوا دائما القصر الإليزي والسياسة الفرنسية وكلش، خاصة أنه الخوف في الجزائر لو كان مثلا يتفتح بصدق ومصداقية على تاريخ ثوري، على التاريخ الثوري الجزائري، خايفين راح يتكتب التاريخ الجزائري من جديد وراح يكون صادم لكثير من الناس ولجيلنا والجيل القادم. انا يهمني نعرف شكون نقتل فلان وشكون، لان هذو شهدائنا، بفضلهم رانا عايشين الان باريحيه ورانا نتكلموا من هذا المنبر بحريه. يهمني نعرف، يهم ولادي يعرفوا تاريخ الجزائر، لانه الجزائر ماهيش راهي بلد في حجم قاره، من المفروض تاريخها يكون مسطر معروف لكل الاجيال. جزائر قبله الثوار، المفروض كلنا نعرفوا شكون نقدر اقتل فلان شكون قتل فلتان. السؤال ما يعني كي سالتني هذا السؤال انت شويه فيه، انا حسيت شويه يعني لماذا لا اكون معنيه، علاش ما نكونش معنيه؟ انا المثقفه، انا المواطنه الجزائريه، انا بنت البلاد، مانيش ما المفروض انا المعنيه الاولى. لازم نعرف، لازم نعرف بصح هو علاش نستناو حتى هما يسمحوا لنا ولا ما يسمحوناش؟ انا كي نكون بين يديهم، لان الخزائن نتاعهم مش تاعنا، المفاتيح نتاعهم مش نتاعنا، على بالي الارشيف الوطني. هناك مجاهدين مازالوا على قيد الحياه، لماذا راهم ساكتين؟ هذه اللي دائما نطرحها، علاش راكم ساكتين؟ هذه مسؤوليه امام الله، امام الوطن. ونوليو لقضيه حسان تاع الارشيف الوطني، جهيده الحكايه راهي ماهيش حكايه عامين ولا ثلاثه، راهي نتحدثوا على 1920، يعني قبل الحرب العالميه الثانيه، ما تمخض من حركه وطنيه قبل ثوره التحرير. ما ادراك ما ثوره التحرير؟ 7 سنوات من الـ من الـ من التعقيد والعلاقات المركبه، بعد الاستقلال ايضا وما خلفه الاستقلال من علاقات معقده جزائريه. الامر مهم، لماذا نبسط هذا المعطى الفرنسي؟ حتمية، هي حتمية تاريخية. وكما نعرفوا احنا في التاريخ درسنا أن التاريخ يكتبه المنتصرون، هكذا نقول. في الحالة الجزائرية تاريخ كتبته فرنسا، اليوم على الأقل الموجود عند فرنسا غير موجود لدى الجزائر، وكتبته بلغتها، باللغة الفرنسية. من 1920 إلى 1970 ألغام كبيرة تاريخية موجودة، بعضها تفجر وبعضها ربما سيتفجر مع الإفصاح وذهاب الباحثين للبحث والإطلاع في حقائق تاريخية احنا ربما نجهل الكثير منها. هذا أولا. ثانيا، هل هذا الأمر هو استجابة لكل المطالب اللي رفعها سطورة في التقرير تاعو؟ مطالب سطورة كانت كثيرة، ومنها حتى الاعتراف بحق الحركة في العودة للجزائر، صح أم لا؟ هل هذا الشيء سيفتح هذا الباب؟ هل هو مفتاح لهذا الباب؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، احنا في الشأن الجزائري نلقاو سكوت للجهة الجزائرية. شيخي لحد اللحظة مازال ما داش رد فعل حتى على التقرير تاع بنجامان ستوغال اللي صدر قبل شهرين، عنده أكثر من شهرين. صحيح. ما شفنالوش رد فعل. هذا من جهة. من جهة أخرى نود أيضا أني نحكي عليها، الشأن الجزائري عندنا مؤرخين وعندنا باحثين وعندنا كتاب، لكن دائما لما يرجعوا يحكيوا على الشأن الجزائري تاريخيا مع فرنسا يلقاو دائما مشاكل. الجهة بعض المجاهدين يصمتوا، يعني راهم الان ما عبليش الى حق التحفظ ولا، لكنهم ساكتين لاعتبارات كثيره، قد تكون سياسيه، قد تكون امنيه، قد تكون تاريخيه، قد تكون قال انا اتركها بيني وبين نفسي. هما وحدهم لو يتحدثوا راح تصرى راح يصرى جدل اكثر من الجدل اللي داروا تقرير اسطوره اللي رفعوا للإليزي. صحيح. رحيمه، نفس الشيء، نفس السؤال، كجيل جديد من الجزائريين ربما مش معني كثير بالأسئلة التاريخية، وش يعني أنك تعرفي حتى وإذا محيطك فيه باحثين مثلا يقولوا لك بلي رانا رايحين نشوفوا في خزائن الفرنسية، نشوفوا الأرشيف الجزائري الفرنسي أو الأرشيف الفرنسي اللي عنده علاقة بالفترة تاع الاستعمارية خصوصا وما بعد الاستقلال، أنه رايحين نفتحوه ونجيبوا أشياء جديدة على المتلقي الجزائري، وش يعنيك هذا الأمر؟ بون، انا يعني من الاول كنت نشوف حاجه مليحه علينا، بون سي دوماج، نورمالمون تانيت لازم هاد الانيسياتيف تجي تاني من جهتنا، اذا انا حبينا نعرفوا هاد لي زارشيف واش فيهم، حنا تانيت اون دوفغي فار ان ترافاي اون امون مع روحنا.
Après, l'ouverture des archives, c'est rien d'autre que l'application de la loi. Ce n'est pas un geste symbolique pour l'Algérie, puisque c'était déjà prévu avant qu'ils ouvrent les archives pour mieux permettre aux historiens d'avoir accès à les archives. Parce que quand nous les demandes, c'était difficile, quand nous avons beaucoup de fortes, ou quand nous avons le droit de l'ouvrir, ou de demander à l'ouvrir, alors que maintenant, ils ont le droit de prendre un carton. Donc, les archives, je ne sais pas pour l'Algérie, je ne sais pas pour le Vietnam également, je ne sais pas pour toute la période de colonisation que la France a, par exemple, même à l'Allemagne. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que la parenthèse les essais nucléaires en Algérie ne figure pas dans la classification des archives. Ça veut dire le voile, mais je ne sais pas si on a les essais nucléaires qui ont été faits les archives, je ne sais pas si on a mais on a top secret. Parce que s'ils nous montrent des archives, ils vont devoir reconnaître qu'ils ont commis un crime de guerre et qu'ils vont nous devoir des excuses. Maintenant, il y a eu les essais nucléaires, mais les maladies, les cancers, les malformations, les handicaps. Donc oui, normalement, c'est ce que je veux personnellement dans les archives. Et puis, les états civils, les archives de l'état civil, par exemple, les naissances, les adnaf d'Zaïr. Ou قبل 1830 راهم عندهم وما حبوش يردهم ما حبوش يردوا يردوا هناك حديث عن انه الارشيف اللي قبل 1920 ارشيف تالف يعني لا يصلح للبحث هل هذا امر واقعي هل امر كاين منه ما كاينش منه صح هذاك هذا راهو التاريخ تاعنا نورمالمون جو بونس كي تهضروا عليه كاين منه كاين مؤسسات يعني مدير مؤسسه معترفه راح للاسماء هو قال انه قبل 1920 تم اخفاؤه واتلافه يعني برك هو في التصنيف تاع الارشيف كاين تصنيف سري وكاين سري للغايه وكاين اللي يدخل ضمن مصلحه الدوله ريزون ديتا فانا يعني كان وزير خارجيه اسبق جزائري لما نذكروه وكان نقاش في حدود 2007-2008 وكان اكثر من مصدر تكلم في هذا الجانب سواء في الحزب او في الوزاره تكلم على انه كان هذاك النقاش اللي تذكروه كان حزب الافلان تبنى واحد الموقف تجريم الاستعمار وكذا في ذلك السياق كان بين الامور التي تم التطرق لها هو مساله الارشيف تكلموا على قال واطلع على بعض الارشيف خباه عاود خباه قال هذا لو يخرج جزائريين راح يتقاتلوا مع جزائريين هذا لو يخرج محمد علال الجزائريون سيتقاتلون مع جزائريين هذا العنوان العريض اللي قادر يكون هو المخاوف الكبرى او الخوف الاكبر لكثير من الناس اللي كانوا ضالعين او كانوا مشاركين في تلك الفتره التاريخيه بالتحديد رشدي محمد علي لو سمحت جوست كل اذا سمح لك محمد علي هذا ميتيرون اللي قال محمد صديق بن يحيى الله يرحمه هو اللي قالوا اسكو سي الي دو فوتر انتيري كون ودون لي زارشيف اي فا يفار ان غير سيفيل اون الجيري صحيح محمد شي هو ميتيرون شي ميتيرون شي محمد هي شوف فرنسا تعرف جيدا انه الجزائر لا تملك الشجاعه انها تقدم طلب رسمي للحصول على الارشيف 50 سنه من الاستقلال الجزائر لم تتقدم بطلب رسمي الى السلطات الفرنسيه لسببين السبب الاول اشار له حسان يخص الجانب اللوجستي يعني كنا نحطوا هذا صناديق الارشيف قد نتجاوز مسافه الخمسة كيلومتر 10 او 10 كيلومتر يعني ارشيف كبير فمن ناحيه يعني التقنيه غير ممكن ان نحتفظ بهذا الارشيف لانه ماهوش انه نجيبوه نحطوه في كما احنا كتابات طبعناهم في عاصمه الثقافه العربيه 3 مليون كتاب تلفناهم يعني ولات خرابه في 3 مليون نسخه يعني صحيح. في صحيح. في المكتبه الوطنيه فبالتالي ما بالك بالارشيف الكبير فمن الناحيه الثانيه اللي هي تخص يعني قضيه الحركه وقضيه من خان الجزائر وتشويه العائله فبالتالي هذه اشكاليه كبيره فبالتالي الجزائر لم تتقدم بطلب رسمي وفق هذه القاعده ماكرون والله ماكرون الان يبيع الى الجزائر يعني سلعه قديمه بالتصريحات شفناها في علي بومنجل قال انه اعترفت وهذا اعتراف قديم اوساريس اعترف به في 2002 لم يقدم بالجديد قضيه الفتح الارشيف للاطلاع هي قضيه تقنيه ليست علاقه بموقف ماكرون لانه بعد 50 سنه القانون الفرنسي ينص على انه الارشيف يصبح ينص على انه الارشيف الذي مضى عليه 50 سنه يصبح في امكانيه للاطلاع هناك خصوصيه لبعض الملفات خصوصا ملف السري ملفات غير متاحه لكن نعم. بشكل عام هو استغلال لما هو متاح من قوانين فبالتالي القضيه اليوم اعتقد ماكرون يفهم جيدا أن الجزائر تخاف من الارشيف وبالتالي هو يستغل هذا اعلاميا للانتخابات خليني نقف عند هذا المصطلح مهدي بن راشد الخوف التوريطه
القلق اللي دارته فرنسا للجهات الرسمية في الجزائر بهذا القرار، هل هذا الوصف موضوعي منطقي أم أنه مزايدة؟ لا هو شوف فيه أشياء آن أوانها، ولما تكون الأشياء آن أوانها وتحضر قدامنا بطبيعة الحال كل الأطراف المعنية تحاول أن تستغل ما آن أوانه لصالحها. آن الأوان بعد 50 سنة لفتح جزء من الأرشيف لسقوط السرية عليه، طبيعة الحال ماكرون راح يستغله، طبيعة الحال السلطة عندنا كذلك راح تستغله. ماكرون راح يستغله في إطار حملته الانتخابية ومحاولة إبداء الوجه الجميل للجزائريين في سياق الاقتراب من الجزائر. السلطة في الجزائر بطبيعة الحال لأنه آن أوانه السلطة راح تقول بأنه الحالية هذا منجز، أنا أنجزته من خلال هذا العمل اللي دام لمدة سنة وأكثر. الأمر مشروع على الأقل من الناحية السياسية. المشكل اللي ينطرح مشكل آخر كذلك. أولا سنطرح السؤال، هل للجزائر مدرسة في التاريخ وفي معالجة الأرشيف؟ قبل المدرسة هل هناك مؤرخين أصلاً؟ لا. هل هناك أفراد؟ هل هناك أفراد يعنيهم هذا القرار ويفرحهم هذا القرار؟ الأمر الثاني، الأمر الثاني، لا رشدي أكيد أنا أطرح الأسئلة جيدة، كاين باحثين يعني الأمر الثاني، الأمر الثاني اللي لازم نطرحوه، ليس كل الأرشيف حقيقة، هناك حقيقة أرشيف موجود، لكن هل كل أرشيف يترجم حقيقة؟ صحيح. هذا ليس صحيحا، هذا عمل مؤرخين يغربلون. إيه بمعنى آخر حق أنه ما هو موجود الآن راح يخضع لمسألة لوتونتيسيتي أصوله إلى غير ذلك من جهة، ولكن من جهة أخرى راح ينطرح مسألة مقارنة الوثيقة الموجودة في فرنسا بالوثيقة الموجودة في الجزائر كذلك. احنا مثلا المالج عنده أرشيفه، سيد ولد قبلية عنده أرشيفه، والأرشيف هذا حتى الذين صنعوه طالبوا بأنه يتفتح. الوزير الأسبق ورئيس جمعية المالق سيد ولد قبلية دعا إلى فتح الأرشيف هذا. يعني لما يولي واحد من صانع هذا الأرشيف يطالب وما يخرج، إذن قرار سياسي ربما. إذن المسألة تفتح. المسألة حتى وإذا ما كان فيها والو أنت تدفع بهذا الأرشيف الموجود للشبهة. أكثر من ذلك، أكثر من ذلك أنا ضد فكرة ترويج، أنه لو كان يفتح هذا الأرشيف ستقوم القيامة لأنه في لحظة من اللحظات لازم نديروا في بالنا بأنه إدامة المقدس على التاريخ راح يزيد يخلق لك مشاكل. الطرف الآخر معروف أنه ما يحبش يمد لك. الأرشيف الجزائري ليس كله كارثي. فرنسا كانت بإمكانها أنها تقدم لنا أرشيف خط شارلو موريس وما كان ليكلفها ذلك شيئا. صحيح. ولكن خرائط وأرشيف خط شارلو موريس اديناهم في 2007 بعد ما كلفنا الديميناج تاعه أكثر من 2500 ميت. صحيح. خليك من الناس المعطوبين هذول اللي راحوا في هذا القنابل المضادة للأشخاص. جملة برك. زيد جملة برك. مش قضية تقوم قيامة أستاذ بن راشد، احنا اذا فهموا انه حتى احنا في الوسط الجزائري في وسط مؤرخين وكاتبين مهتمين بالتاريخ خاصه الجزائري الفرنسي المشترك، المذكرات السياسيه لما تتكتب والبعض يتحفظ عليها دور نشر كاين اللي ما ندخلش في الجدل، لكن اذا نعرفوا احنا باللي مثلا مذكره شادلي بن جديد في جزءها الثاني مكتوبه ما راهيش منشوره للاسباب الكل يجهلها، احنا ما على بالناش. هذو مذكرات الامر مرتبط بعائلته، تختلف الأسباب. نعم. رشدي تختلف. نعم. الأسباب، قضية علي كافي نهار دار قضية عبان رمضان وخلق جدل ولم ينتهي مازال اليوم في المحاكم وجر المحاكم. إذا كان نحكوا على مذكرات سياسية لجزائريين واللي حيقدموا الرواية الجزائرية واللي راح يخدموا الرواية السياسية التاريخية الجزائرية وما قدروش ينشروا، احنا نحكوا في هذا من هذا الباب يدخل التخوف. مش قد تقوم قيامة بصح قد يتم
معرفة أشياء ماشي من مصلحة جهة معينة أنها تبان. إيه ولكن ولكن إشاعة هذا الأمر هذا من فتح الأرشيف يعني إشاعة الأمر هذا راح يخلي مبررات لعدم فتح الأرشيف. فموش معقول موش معقول في النهاية أنك أنت أنا راح نولي ندير نقاش حول مسألة هل الجزائري مستعد لمصالحة مع ذاكرته إذا ما خرجت أشياء لم يتوقعها، لكن خليني نقف مع حمدي في نقطة مهمة لأنه عايش في الجزائر منذ سنوات ومتلقي للذاكرة الجزائرية اللي يشوفها عبر وثائق سواء وثائق سمعي بصري أو وثائق ورقية، هل تعتقد أنه الشيء اللي شفته من توثيق لمرحلة مهمة من تاريخ الجزائر في القرن العشرين قدر يفهمك مبدئيا تلك المرحلة وخصوصية التاريخ الجزائري في بداية القرن العشرين وصولا إلى تاريخ متقدم حتى نهاية الثمانينات؟ شوف أي حد مطلع على التاريخ الجزائري فيما يتعلق بفرنسا ما فيش اختلاف أنه فرنسا يعني كان لها جرائم أبشع من جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين. الشيء اللي يثير مخاوفي أنه زي ما بيقولوا حسب معلوماتكم لأن أنا مش كثير ملم بالموضوع أنه فتح هذا الأرشيف جاء بناء على من فرنسا بدون طلب جزائري. الحاجة الثانية، هل تتصور أو تعتقد هذه الدولة التي ترفض إلى حتى وقتنا هذا الاعتذار عن جرائمها التي حدثت في الجزائر من الممكن أن تكشف عن وثائق ولا عن أرشيف يدينها في أي شيء الذي يدفعها في وقت ما إلى الاعتذار؟ هذه واحدة. فطرح الأرشيف أمام الجميع بدعوة لأمام الباحثين أو مرت فترة معينة عشان فترة قانونية كشف عن هذه الوثائق أو هذا التاريخ لابد أن يطرح للجميع، لكن المخاوف الأكثر كما يقال أنه عند طرح هذا الأرشيف ستتضارب ربما أشخاص ربما جهات، ستحدث المفهوم بصفة عامة سيعود بالأثر السلبي لا نعرف أبعاده في الجزائر طيب. وليس في فرنسا نعم. ولكن في كل الأحوال هو ده السؤال وعلامة الاستفهام لماذا في هذا التوقيت؟ خلينا من هذا السؤال دايما محمد علام يقول أنه توقيت تقني هذا نعم. دايما لكن فكرة هل هذا الأرشيف الصادر من عند الخصم عن هذه الفترة المتهم فيها بجرائم وحشية ضد الشعب الجزائري في فترة احتلاله على مدار أكثر من 130 سنة سيفصح عن كل هذه الوثائق كاملة أم أنه سيمرر من خلالها فقط ما يثير الجدل داخل الجزائر؟ جميل 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 جهيدة، باختصار الجزائري حاليا 2021 مستعد للمصالحة مع ذاكرته مهما كانت تعقيداتها ومهما كانت ألغامها؟ صعب. لماذا؟ تدخل في تركيبة الجزائري صعب. احنا حراك درناه عندنا عامين أطحنا بنظام سابق واليوم بعد سنتين انقسمنا، هناك من يؤيد أن يواصل وهناك من أن يرفض أنه يستكمل. تحب أنه نصالحه احنا مع تاريخ في عمره أكثر من صعب؟ نضال، الجزائري الآن مستعد للمصالحة مع ذاكرته مهما كانت معقدة؟ أبداً أبداً أبداً. تاريخ مازال مجهول، تاريخ مازال الأجيال تتساءل حوله، كما كان يقول حمدي بلد ترفض أنها تعترف بجرائمها، ترفض أن التاريخ هذا حتى ويفتحوا أمامنا التاريخ هذا يا راح يكون مشكوك فيه، بالتالي كيف يمكننا أن نتسامح؟ نضال بعيداً عن المستعمر لأنه عنده خصوصيته هو، أتحدث عن التاريخ الجزائري الجزائري، هل نحن مستعدين كجزائريين أن نتصالح مع ذاكرتنا الجزائرية؟ غير ممكن غير ممكن. حسن خلينا من التليفون وجاوبني. في إطار العمل. لا في إطار العمل. هل مستعد جزائري اللي رمبروش كثير مع التكنولوجيا الحديثة كما أنت اليوم أنه يتصالح مع ذاكرته الجزائرية الجزائرية؟ وأظن أنه مرغم يجب، وشاطر الزميلة جهيدة فيما يخص يعني القضية حساسة جدا لأنك ستتعرف على حقائق قد يعني تحدث شرخ في المجتمع. جملة برك مقبل أستاذ بن راشد قال على لازم المقدس نزعوا منه صفة المقدس. صعيب صعيب، ما تقدرش انت درك هذه الثورة داروها بشر، وهذو البشر الشهداء وهذا كانوا بشر أخطأوا في أشياء وأصابوا في أشياء. احنا اليوم نقدسهم، أنا نقدس الشهداء، أنا نقدسهم كمجاهدين، داروا حرب داروا ثورة كبيرة عظيمة،
فهمتني؟ لكن المؤرخ 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 بين قوسين المؤرخ جهيدة المؤرخ مش مطالب تقول له أخطأ في كذا وأخطأ في جهيدة كذا جهيدة المؤرخ جهيدة نكمل نعطيك تواصل نعطيك تواصل أعقب فقط المؤرخ ليس مطالبا أن يقدس شيئا ما أو شخصا ما نحكي عن ذهنية فكرتي هل الجزائري مستعد أن يتصالح اليوم مع الذاكرة؟ نعم هذه أنا أجبتك على هذا الشيء الجزائري اللي مقدس بعض الشهداء اللي حطهم في مقام الأنبياء مقدس ما فيش تجي أنت تجبد له في بعض الأرشيف اللي يقول لك أخطأ في هذا المكان وأخطأ في هذا المكان نعم. لأنه هو رمز اللي ما أصبحش ملك نفسه هو رمز هو رمز تاريخي حسن. أنا القداسة لله ما نقدس حتى واحد داكور ما نقدس حتى واحد نقرأ على كل حال أنا ما ماشي من هذا الباب هاي جريدة السنة على لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائري في الصفحة الأولى لسنا أعداء لفرنسا ولا نحن نعمل ضد مصلحتها بل نعنيها على التمدين نعينها على التمدين لازم تقرأ هذا الشيء في السياق التاريخي وتهذيب الأمة ونساعدها هذا أقرأ في السياق التاريخي معليش معليش ما تجيبوليش أنا لا أنا لا أنا لا أنا لا أنا لا حسن جيت في 2021 بعد قرن استشهد بها في سيارتك انا قاري على بالي واش ما عندي واش ما عندي سياق تاريخي صحفي عندك منهجيه هذاك خالفت قرايتك الاعراب يا حسن ما خلينا نضربوا خلينا نشوفوا شكون الخطر هكذا نديروا هكذا سيدي كوتي حسن من فضلك تقول سؤال سمعتك على بالي سبحان الله العظيم حسن انت طرحت فكره انا قلت لك بلي عندها سياق تاريخي وقضيه مناقشه مش مفهوم في سياق تاريخي انا قريتها في جريده انا في قضيه دونك مقدس هذا من قش من هبه عبد الحميد بن باديش ابدا ولكن نحن بشر يمكن ان نخطئ يمكن دونك جو سوي دافي اسكو سكي سي باسي هذه تسمى المفارقه التاريخيه خليني نهضر الى تقدر خليني نهضر وسط الفكره وسط الفكره خلينا من الارشيف نعم بليش نعم بليش نو اون بي با ديسكوتي كوم حسن مقبل انت تهضر دير كاع الوقت وبعد كي ندير ولا حسن خليني ما نحترم لا نحترم مكانه ولكن نحترم المنهجيه في الطرح هذا ما كانش انا ندير فيك حسن غنوليو جو سوي نقطة الصفر هذه علاش درناها راح نوليو نقطة الصفر معكم فيتو ويقطعني اللي عنده اللي عنده اللي حاب يتكلم بأريحية يستعمل فيتو وانت استعملت الفيتو نتاعك هشام اعطيني ولي للنقطة المحورية النقاش تاعنا بعيد عن بعيد عن الأمثلة لأنه حسن طرح مثال قد في سياق موضوعي ماهوش موضوعي انت هذا كنت تقولوا مفارق لا 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 موضوعي في سياق المثال لكن مش في سياق التبرير تفضل هشام اي لا احنا 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 انت السؤال اللي كنت تطرح فيه هل الجزائري مستعد انا نشوف باللي لابد انه هذه تكون فيها تهيئه حاليا كعموم جزائريين لسنا مستعدين لازم نصرحوا روحتنا فيها لكن هذا لا يمنع اننا نخدموا على هذا الشيء لانه التاريخ شوف حبينا ولا كرهنا يخرج يخرج لكن لابد من تحضير المجتمع هذا هو العمل الأكاديمي اللي لازم يقوم به المؤرخين لازم بل لازم سياسية. تدخل فيها الأمور الجهات الرسمية لازم واجب عليها يعني تحضر الأرضية لهذا الشيء هذا هشام وصل الفكرة رحمة رشدي هل نقدر نحضر الجزائري أنه يتسامح مع الحركة اللي راه محسوب على الشهداء والمجاهدين ماشي هذا السؤال هو لا يمكن أن نتسامح هناك تاريخ معقد جمع جزائري مع جزائري آخر بغض النظر عن الحركة الذي باع بلاده أو الخائن المفضوح أو المعروف هذا أمر آخر لكن هناك أمور معقدة الغام داخل العلاقة الجزائرية الجزائرية للخوف كل الخوف أنه تطرح للنقاش بشكل قد يأخذها إلى سياقات أخرى رحيم الجزائري اليوم قادر يتصالح مع تاريخه القريب ولا لا؟ أنا جو بونس كو وي ديفيسيلمون جو سوي بور أوفغيغ لا فيغيتي على هاد لي زيفينمون وعلى هاد الشيء كاع ولكن بلوتو C'est comme l'exemple de l'Allemagne. Avec l'Allemagne, pendant le temps des nazis, avec tout ce qu'elle a fait, elle s'est réconciliée avec elle-même et avec le monde entier. Alors nous, on est capable de le faire. Il faut commencer par là, Yanni. Mohamed. شوف انا نقول باللي هناك فرق بين الشعب والسلطه. اذا كان نقصدوا بالجزائري الشعب الجزائري انا اعتقد جازما ان الشعب الجزائري مستعد فعلا وخاصه الجيل اليوم. الجيل اليوم ما عنده حتى مشكل مع الماضي. الجيل اليوم اللي زاد هو جيل مثقف وجيل واعي ويريد فعلا أن يتجاوز هذا الخلافات وينظر إلى المستقبل جيل العشريات اللي عنده 30 سنة في عمره وعشرين سنة واللي موجودين هنا يقول لك أنا ما دخلني في صراعاتكم تاع الماضي أنا أريد المستقبل أما السياسيين اللي ما زالوا يحكموا فينا منذ الاستقلال لغاية اللحظة وما زالوا حتى النخبة المتواطئة مع السياسيين النخبة ما فيها المؤرخين والباحثين اللي ما همش يؤديوا أدوارهم
كما يجب. هؤلاء يخافون من التاريخ، جيل اليوم لا يخاف من التاريخ، جيل اليوم متصالح جدا مع الحاضر والماضي، يريد المستقبل. جميل. مهدي براش تقدم معك. احب تصفق رحيم. نشكر فيكم. قبل ما نجي لك، مهدي، نضال لي انه امتعضت من كلام جدا جدا. علاش عندي احساس، عندي احساس انك تنصل جيل اليوم من هويته من اصله؟ ماشي هويته، ما عندوش مشكل على جيل اليوم. كي تحكي له على مصالي الحاج راك كانك تحكي له على قرب ساعه. وعلاش تهضر باسم جيل كامل تقول ممكن يتصالح؟ جيل اليوم، جيل اليوم ما عندوش مشاكل مع التاريخ. لا ما تهضرش باسم جيل كامل تقول ممكن يتصالح. انا رايي نعبر عليه. ما عندوش مشاكل. لا رأيي لا نعبر عليه. جيل اليوم عنده مشاكل. انت عبري على رايك. نضال، ومن الصعب عبري على رايك. عبري على رايك. تهضر باسم جيل كامل. لا لا ما تهضرش. انا رايي اعتقد ما راحش نديروا استفتاء اليوم. خلينا نسمعوا رايي. تحجري على رايي. خلينا قلت رايي. خلينا نسمعوا رايي. انت تعتقدي العكس. انت محمد هذا رايك معناه نسمعوا الجدنا مهدي. كاين حالتان تاريخيتان وقعت تدل على مدى استعداد الجزائري لذلك. في التسعينات المرحوم الرئيس محمد بوضياف جاز على شارعين، شافهم قال لهم وشن هذا؟ شارعين قال لهم هذوما ما مشوا، هذا نحيوهم لنا بدلوه. صالح بو عكوير تيليملي، في تيليملي والميسونيي كريم بالقاسم كذلك نحاهم، قال لهم هذوما ما ديروا الاسماء الشهداء. ما صرا والو 20 اكثر من 50 سنه، والتلميذ الجزائري في المدرسه يقرا انه عبار رمضان سقط في ساحه الوغى واستشهد على يد المستعمر. فات الوقت وظهرت الحقيقه، ولقاو انه عبار رمضان لاعتبارات معينه كان ضحيه الصراعات الداخليه للثوره. نعم. وما صرا والو كذلك. وش حاب نقول؟ حاب نقول انه باه نرد على نعقب ماشي نرد على زميلتي لما نقول عدم تقديس المقدس الذي لا يقدس. وش معناها؟ مانيش نقصد اننا احنا ما نقدسوش الشهداء تاعنا، بالعكس تقديس الثوره، يكون من اي ناحيه؟ يكون من ناحيه اننا نقول هاد الناس بشر، وليسوا ملائكة بكل اخطائهم، واستطاعوا ان يتجاوزوا انانيه البشر. نعم. اما اننا نحطوهم ملائكه يسمى ما قدمنا والو. والرمز، هبه الرمز. لا الرمز لا يعني التاريخ. نحتاج لرموز. كل الامم احتاجت لرموز، والامم اللي ما عندهاش رموز، خلقت رموز من الكذب. صحيح. ولكن فرق بين الرمز وبين التاريخ، لان التاريخ لما تشوهيه تعطي جيل معتوه مشوه مركوب بعدة عاهات. يعطيك الصحة بهتي، فكرة واضحة ومهمة جدا. لأنه ما بقاش معنا وقت كثير. العقدة، التاريخية حسن، مش عندنا برك. تعطينا 30 ثانية. هضرت على جريدة السنة واش قال. نختم معك حسن. أنا جي بور بعجالة. يلا. جو سوي كومبليتمون داكور افيك سكا دي نوتر مي مهدي ومحمد علان. أسنى قول. باسكو باغ إكزومبل في المخيال الجماعي. قرينا في الاخر عبان رمضان استشهد في ميدان شرف لايون تاع المجاهد داكور. دوكا تو لي زالجيريان كاع الجزائريين على بالهم باللي عبان رمضان قتل في 27 ديسمبر 1957 في تطوان. نعم. كريم بالقاسم بن طوبان اللي تروى بها على كل حال. تو الموند سي كو شعباني اي تي توي دون مانيير اتروس بار سي فريغ. دونك ما صرا والو في جاي. ما صرا والو في جاي. العقد سي اون بروب بلي اون بو افونسي. اكزاكتومون. يفو دير لا فيريتي او بوبل اون بو افونسي. هذا رايك. بور كو لي زالجيريان بوش كونيتر لور استوار اي كونستروي لافونير. والحيره كذا كيما قلت جاهده، الحيره كي نوزا بيرمي دو كاسي دي تابو. يعطيك الصحه. العقده التاريخيه مش غير عندنا، حتى في الضفه الاخرى راهم منشغلين
باسئله قد تكون مهمه وقد تكون ايضا اقل اهميه. احنا في برنامج صح تقديس الاشخاص يا اخويا حسان القضيه مش جزائريه فقط، حتى احنا في برنامج سرى مسرى قبل اسابيع طرقنا الى قضيه الذاكره ومحمد جبد مساله لا توريفال باللي 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 مصنوعه من الحديد الجزائري الى غايه اليوم بعد اكثر من شهر ولا زالت الصحافه الفرنسيه تتعاطى مع هذا الموضوع كانه حدث كبير يقلق افكار النخبه والمثقفين والمؤرخين. علق لي عليها بعجاله محمد قبل ما نروح للفقره الثانيه. والله الغريب في هذه النخبه اللي تسمي نخبه يعني ماشي باحترامي للمثقفين في فرنسا، لكن هذو الناس خاصه اللي ينتميوا للتيار اليمين الفرنسي والله غير يضحكوا، يعني يحبوا يهاجمونا احنا في الجزائر لانه قلنا كلمه او عبرنا راي وحقيقه لكن من خلال تمجيد الاستعمار. كلهم تصريحاتهم تصب في تمجيد الاستعمار. لو في رانا في القرن 21 ما زالت هناك نخبه مثقفه كتاب وصحفيين يقول لك الاستعمار شيء ايجابي، هذه نخبه مريضه صحيح. نخبه معتوها، نخبه ما عندها انفصام في الشخصيه وعندها انفصام في الذاكره وتريد تزييف الواقع والحقيقه، هذه نخبه لازم تروح الى المستشفى الامراض العقليه وتتعالج. احنا كي قلنا معلومه على توريفال قد تكون في اطار الدعابه لانه مانيش انا كجزائري ما راحش نتوقع انه لا توريفال يجيبوها للجزائر، لكن هما نقلوا للنقاش الى تمجيد الاستعمار، استغلوا هذا وتزييف التاريخ، اولا عتموا على الحقيقه لانه عتموا عليها وسيقومون باستغلال الارشيف لتعتيم على كثير من الحقائق، لكن في مقابل ذلك وهو الخطير والذي يثير الدهشه والسخريه وغير ذلك انهم فرنسيين يمجدوا الاستعمار يقول لك والله هذا الاستعمار شيء عظيم بنى دوله وكذا. يا خلاص خليهم مالا نعاودوا لكم يستعمروكم الالمان ويستعمروكم يجيو يستعمروكم خلي هتلر يرجع لكم ويطلع لكم بلد يعني فبالتالي الاستعمار هو جريمه ضد الانسانيه قبل ما يكون شكرا محمد مشكل بين الجزائر وفرنسا. شكرا محمد علي. خلينا حمدي احنا بنتكلم في التاريخ بصفه عامه بغض النظر عن الارشيف الجزائري ولا كل حاجه، انه رقم واحد التاريخ شئنا ما أبينا لابد أن يخرج ولابد أن يفرض نفسه، تقبل المتلقي أو لا يتقبل، تركيبته تقبل أو لا تقبل، فالتاريخ لابد سواء إن لم يكن لنا نحن الجيل الحالي فالأجيال القادمة من حقها أن تعرف التاريخ. هذه واحدة. الأمر الثاني لا شيء يقدس في التاريخ، حتى الأنبياء والرسل لم يقدسوا، القرآن والكتب السماوية لما طرحت الأخطاء لبعضهم عندما أخطأوا. نعم. القدسية هنا ربما حتى لا نفتقد الرمز والقدوة في شهداء الجزائر، أنه عدم الخوض مثلا في أمور خاصة بالأخلاقيات والشرف أنه هذا لا غبار عليه أنه كان يحبه وقدم روحه فداء لهذا الوطن، لكن أخطأ كلنا نخطئ البشر جميعا كله يخطئ حتى يكون قدوة طبيعي أن أنا أقول كان يخطئ. التاريخ بأسئلة يكتبه المؤرخ ما هوش شعبي يكتبه يا ولدي لا مؤرخ لا ولو كما قلت لك يكتبه المنتصر عمل المؤرخين هذا لا ينفي حتى المنتصر الذي كتب التاريخ لا ينفي أن التاريخ الحقيقي سوف يظهر عاجلا أم آجلا. خلوا الأكاديميين يخدموا خدمتهم. لكن هناك إجماع على أن الجزائري ربما غير مستعد، لا أقول إجماع حتى لا تخدم محمد علال، ولكن هناك آراء كثيرة تقول أن الجزائري اليوم غير مستعد لفتح كامل ملفات التاريخ. التاريخ عنده أسئلته عنده تعقيداته، أيضا الحاضر عنده تعقيداته أسئلته. من بين الأسئلة التي شغلت الناس في الجزائر مؤخرا وشغلت بعضهم على الأقل هو العودة عن الحديث أو حول الحديث حول موضوع قانون الأسرة، هذا القانون اللي دائما يعود إلى السطح ببنوده بنقاشاته بأسئلته، سنطرحه أيضا في النقاش في سرى مسرى اليوم. خلينا قبل ما نفتح النقاش نشوفوا بعض هذه البنود اللي موجودة في قانون الأسرة والتي يرى بعض المتابعين بعض المعنيين أنه لا بد من إعادة النظر فيها. نتابع. المادة 66 من قانون الأسرة تنص على رجوع الحضانة إلى الأب بمجرد زواج الأم. البند الثاني. مادة أخرى تنص المادة 11 من قانون الأسرة على أن تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها والقاضي ولي من لا ولي له أو من لا ولي لها. يسمح بالزواج بأكثر من واحدة متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ويتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة واللاحقة ولكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في حالة الغش والمطالبة بالتطليق في حالة عدم الرضا.
مادة أخرى، لا يجوز للمرأة الجزائرية المسلمة أن تتزوج من رجل غير مسلم. المادة الأخرى مواد متعلقة بقانون الميراث، أيضا موجودة في قانون الأسرة وتحظى بكثير من الجدل، خصوصا ما تعلق بميراث المرأة في الجزائر. نذكر أن قانون الأسرة في الجزائر مستمد في أغلبه 90% ما بين 80 و90% من الشريعة الإسلامية، وهناك قوانين وضعية أيضا ما بين 10 إلى 15% في قانون الأسرة. هناك مطالب كما تابعتم مؤخرا في الأيام القليلة الماضية من طرف بعض الحراكيين، شفناهم في الأسابيع الماضية وفي الأيام الماضية يرفعون لافتات تتحدث عن إعادة النظر في قانون الأسرة. لماذا؟ ما الجدوى؟ هل هذه مطالب مشروعة؟ سنناقش هذا الطرح مع فريق سرامسرة. جاهدة، باعتبار أنك ضيفة اليوم في حلقة اليوم، أبدأ معك الحكاية. بداية أنا كنت نهار 2 اللي كان عيد المرأة، ونهني كل الجزائريات بهذه المناسبة. وما كانت فقط المطالب تدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل من خلال تعديل قانون الأسرة لبعض المواد يرون أنها غير منصفة لهن، لكن كانت فيه مطالب سياسية، كانت فيه مطالب اجتماعية، كانت فيه مطالب الذهاب إلى مساواة أكبر في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة. بعيداً على هذا النقاش القانوني، لأن القانون هو الذي يؤطر حياتنا إحنا كنساء أو رجال في المجتمع، كما قلت بعض المواد مستمدة من الدين، أن هذا النقاش ما ندخلش فيه. لكن أظن أنه على المرأة الجزائرية اليوم، أنا وكل النساء، أن نشتغل على ذواتنا أكثر، أن نصبح أكثر استقلالية، أكثر نتوعاون، نتقفوا اشتغالنا، لأن الحرب هي حرب داخلية، حرب المرأة مع نفسها أكثر من حرب المرأة مع الرجل. عمرها ما كانت حرب، هذه سيتوناغموني موجودة. لازم نحن نشتغل على أنفسنا أكثر كنساء. لازم المرأة تكون حاملة حقائب سيادية في الجزائر الداخلية أو الخارجية، لما لا؟ لازم المرأة الإعلامية تناضل أكثر لحريات في مجالنا الإعلامي إحنا كنساء. لازم حربنا تكون مع نفسنا إحنا. لكن جاهدة، بالعودة إلى قانون الأسرة، نحن نتحدث عن بنود واضحة وتعني يوميات الجزائر أو حقوقهم المدنية. هل أنت كمتابعة للشأن العام ومطلعة على قانون الأسرة، تعتقدين أنه فيه ما فيه وفيه ما يمكن أن يعد صالح لإعادة النظر؟ شوف رشدي، حتى هذه المواد اللي حكيت عليها كان النساء اللي تقبلها وكان النساء اللي ترفضها. كان النساء تقول لك لا، هي مستمدة من الشريعة الإسلامية وهذا دين وأنا مسلمة ويطبق عليا. وكان النساء تعتبر وتقول لك لا، من المفروض الدين لا ما يتدخلش في تسيير الحياة القانونية والمدنية، وترفض التعدد، وترفض يعني حتى الجدل في مصر اللي البارح وأنا أتبع في قنوات عربية قانون الأحوال الشخصية، وفي نفس المادة على الولاية، ولاية المرأة، من حق المرأة أنها تزوج وتطلق نفسها، أثار جدل كبير في مصر. في مصر يعني، وبالتالي الجدل يبقى مستمر، وكان وراح يبقى وراح يتواصل. انا ما نقدرش نفصل فيه ونقول لك راني مع هذو او مع هؤلاء. انا قلت لك معركتي مع نفسي. نضال، ونحن نتحدث عن هذه المواد، لا شك تضحكي. والله على بالي ذوك الهضره يقول لك داعشيه. علاش داعشيه؟ انا ماذا بيا يكملوا؟ ولا انت قلت مستمد المواد تاعو من الشريعه الاسلاميه واحد 80% ولا 90%، انا ماذا بيا يكون 100%، لانه الاسلام ما يظلمش الاسره، ما يظلمش ابدا. أنا هذا رأيي. نفصلوا شوية. يكملوا. نفصلوا شوية. من بين هذه المواد تتحدث عن الولي، تتحدث عن الميراث، تتحدث أيضا عن الزواج والطلاق، مع التعدد أيضا، مسألة التعدد مهمة في هذا القانون. هل أنت مع تعدد الزوجات مثلا؟ أكيد، إذا كان هناك مثلا الزوجة مثلا تكون مريضة أو تكون عندها، ويكون عدل كما يقول الإسلام، كما ولن تعدلوا لا كان العدل، ويقدر الزوج أنه يتزوج 4 نساء ويكون عادل، يتفضل يتزوج عادي بيان سور، نقبل عادي. إذا كان يعدل عادي، لا كان عادل يعدل في كلش، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدل، إلا مثلا كانت قضية الحب والذي عن بها ربي. لكن أنه المرأة تمنع مثلا تكون غير قادرة، ولا مثلا مريضة، ولا عندها عذر شرعي، ليس بالضرورة مريضة. أنا نهضروا هكذا من باب العذر الشرعي. أنا مامي يقول لك عندها عذر شرعي، أنا عندها عذر. لا القانون لا يفصل. القانون لا يفصل. لا يا محمد، القانون لا يفصل. بلا عذر، بلا مرض، بلا. بصح القانون ما يقول، لا بصح الشرع ما يقولوش. أنا نهضر على الشرع يا حسن، ما تقولنيش ما لم أقول. أنا نهضر على الشرع. الشرع يقول لازم يكون عدل، يحط الشرط المهم هو العدل، أنه يعدل. لما يكون عادل يتفضل يتزوج. هذه ربي قال افصل فيها. انا نقشها ما نقدرش نقشها، سبحان الله، ربي يفصل فيها من 4 سماوات، ما نقدرش نقشها انايا.
ماذا عن يكون عادل يتفضل ماذا عن الميراث نضال؟ ماذا عن الميراث؟ مسألة الميراث اللي ربما تم إعادة النظر فيها ببعض الدول، مثلا في تونس تم إعادة النظر في هذا المعطى اللي يعتبر معطى شرعي عندنا في الجزائر. بنصوص قرآنية، ما نقدروش احنا نوسوا فيها، بنصوص قرآنية. نضال محسوم الأمر عندها. أنا محسوم الأمر عندي صحيح. محسوم يعني مرتبط بالشريعة الإسلامية. أنا أمور فصل فيها ربي من السماوات. أنت بديتي جوابك معطى أنه ماذا بك أنه لو كان يكون قانون الأسرة كامل مستمد من الشريعة الإسلامية الأمر واضح عندك. نسمع رأي نساء باعتبار أنه رانا في أسبوع نساء قبل محمد وبعد نعطيك الكلمة. رحيمة. الوغ ديجا كان نسمعوا هذا المنطق لازم نابليكيو الشريعه دونك كارا انا كليب نابليكيو الشريعه باختو ماناش دوله اسلاميه لا ويسخ ماهوش ماناش نهضروا على قانون الاسره رانا نناقشوا في قانون الاسره شوفي انا نهضر تسمى هاديه القانون الاسره رانا نهضوا على المراه كرمها الاسلام انا داكوغ معاك مي في القانون المراه ماهيش مساواه مع الرجل يقولوا لك كاين مساواه بكل مواطنين ومواطنات اوغ كو لا نو ما كاش مساواه تسمى الراجل يجوز عنده لو دووا يعاود الزواج على مرته، عنده لو دووا يكون عنده بليزيوغ فام، عنده لو دووا يطلق بلا ما يكون عنده شروط واي سبب ولا اي بروف. الوغ كو المراه لازم تكون عندها شروط ولا تزيد تخلص باش تطلق، الوغ ديجا هي في ميزريه ما نحكيلكش وتعاني، بالك راجلها يضربها، بالك ما يوكلهاش. احنا هضرنا على عدل شرعي يا رحيمه، عدل شرعي. انا جايه نعطي انا والعدل. هذا الراجل ما يتهمني بلا ولادها، ما يجيب لها ياكل، ما واقف عليها، اي اون بلو لازم هي تلقى شروط ولازم اللي بروف باش تقدر تطلق ولا تخلص دراهم. اي اون بلوس لو كان عندها مسكينه ليدي برك باش تعاود زواج باش تعاود تستر ولادها باش تعاود حياتها بالك باش تعاود ترفض دورها رحيمه لانه قانون وضعي قانون وضعي قانون وضعي وضعوه بعيدا عن الشريعه فهمتي قانون يديرونجي باسكو راه بعيد على الشريعه شو سي با كرون شوز ا دير جو كومبخون با كيفاش المراه مسكينه تربي ولادها ايماجين عندها بوتيتر ينحوا لها وليدها في عمرو يربي عامين باسكو هي لا ديسيدي دو سو ماريي صافي دير الراجل دائما حيفض عليه روح il va s'obliger l'unique mari de l'unique homme de sa femme في حياته باسكو ما تقدر تعاود زواج باسكو ما تقدر تعاود تروح كالكو بار باسكو راح يقولها هنايا تما سوا تعاودي تزوجي مع واحد سوا نحي لك ولادك سي جو تروف با سا كوريكت هاد لا لوا الي انكوريكت هادي سا سو في با نورمالمون في لي دووا دو لام تو بو با اراشي ان انفون ا سا مير اذا عاش معاه سوا تو دون لا كارد ديل ديبي الاب باسكو فوالا اي سرا ميور بارون سوا تو لو دون ا لا فام مي ما تجيش نحيه ولا كونت هي ديسيد دو سو ماريي هادي لوجيك ما تقعد وحده في الدار ما عندهاش شكون يجي يوقف عليها ولا يسترها ولا يدير لها كاش حاجه Alors que, je trouve pas, moi je perds mes mots en arabe, je trouve pas ça normal. De plus, qu'est-ce qu'il y a? Le fait que la femme, elle est jamais, elle est toujours mineure. Soit un daoule bébéha, soit un daoula, soit un daoula. ربوها على هذيك السكتي خوك راهو داخل نوضي ديري له هكاك جو سي با كوا نو لا فام مانو الي انديبوندونت ماناش في وقت تاع بكري وان كانت المراه تخاف تخرج من دارها باسكو ما عندهاش وين تروح ولا دوكا لا فام ال ترافاي الا دي بوست دون لو غوفرنمون الا دي بوست الي دون لا ميدسين الي بروفيسور الي انجينيور الي ميكانيسيان الي شوفور الي تو دونك وي نورمالمون هاد لا لوا اون لا سوبريم هذا ماشي شكرا رحيمه محمد يا رحيمة أول مرة تستخدم الفيديو في البرنامج رحيمة لا لا لا, لا شوفي رحيمة اسمحي لي رشدي أنا هدرت أنه منش نهضر القانون هذا وضعي وضعوه هنا الناس بمعايير جائرة ظالمة للمرأة وللأسرة وللمواطن الجزائري علاش قلت لازم يكون 100% من الشريعة مستمد باش ما يكونش فيه لكن ظلم المطالب هذا الظلم اللي راكي تحكي عليه لأنه ماهوش من نضال الشريعة نضال بعض الأصوات نضال المطالبة بتغييرات تغييرات تعني بعض المواد المستمدة تعني أن المرأة لازم تزوج روحها المستمدة من الشريعة الإسلامية أسنى تعني أن المرأة لازم تزوج روحها هذه ما كاش منها بدون ولي المرأة كيفاش تزوج روحها بدون ولي هذا كرامة ليها وحفظا ليها تزوج روحها ويكون الولي حاضر سبحان الله إذا ما كانش الولي باباها يكون خوها يكون القاضي يكون سبحان الله ماشي علاش رانا نخلطوا قانون وضعي بالشريعه ما من 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 نقارنوش الشريعه كيفاش تحفظ كرامه المراه وكرامه المواطن وكرامه الاسره بقانون جائر ظالم وضع كنا ظالم في الحكايه المراه لو يخدعها راجلها ولا يعاود يسوغ ماغي افيك دوتخ فام ويخليها مرميه ولا الراجل اللي بالعدل ربي يعاود الزواج ربي ماشي البروبليم هنايا البروبليم سيك المراه هي اللي في هذيك لا بوزيسيون دو فيبليس دونك رحيمه ربي قال له لازم العدل حط له الشرط يعدل ماشي بكري هذا بكري دوك شنو لا شرط عادي 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 الاسبوع اسبوعهم ونساء كرمناهم هذا الاسبوع محمد علال والله لا بالمواد بهذا الشكل انا شوفوا هذا قانون تقنين زواج المراه ماهوش قانون الاسره
أسرة ما فيهاش المرأة فيها بزاف أشياء. هذا قانون أعتقد فيه نوع من الظلم للمرأة. ظلم لمن؟ للمرأة. للمرأة. وثانيا أنت كنت تحكي لي على الشريعة، أنا لست متخصص في الشريعة، مانيش نتكلم هذا الجانب. كي تضع قانون أنت تقصي الشريعة. الشريعة فيها أشياء كثيرة من المغفرة والدراسة. كي تعطي قانون خلاص انتهى، مادة 66 تتزوج نحي الطفل ترجعه. الأم تقدر تربي لوليدها، وهي الأم ذكرها ربي في القرآن، وهي الأم حاجة كبيرة، ماهيش حاجة قليلة بالنسبة للابن. وشفنا أمهات اليوم عازبات ناجحين جدا في تربية أولادهم، كون ابنه يتبناه ياخذوا الأب. كيفاش أمهات عازبات باش الناس يعني تفهم؟ أمهات عازبات صافي دير يعني مطلقة. يعني ف بس كل ام العازبه يعني ام مش متزوجه وجايبه ولد باش الناس تفهم. من خلاص هذه ام العازبه باش الناس تفهم. خلاص خلينا صحيح وضحتي مرسي يعطيك شكرا. بلا راجل يعني الجمهور بلا راجل بلا راجل انا قصدي بلا راجل يعني لازم يوضح صح. زوجة المطلقة زوجة مطلقة او ارملة او ايه او ارملة او ما غير ذلك. فالامر رشدي انا شايفه باللي القانون كي يجي قانون سيسبب لنا مشاكل كثيره في الحياه الاجتماعيه. وانا اتفق مع من يطالبون بضروره اعاده النظر في كثير من المواد المجحفه في حق الاسره بس اذا كانت مستمده من الشريعه الاسلاميه. والله قضيه الشريعه شيء اخر ما يخصنيش، لانه قضيه الاستنباط من الشريعه هذا تخصص اخر انا ما نفقهش فيه. واعتقد انه القانون كما ياتي سيقصي شنو نظام الشريعه. والله ما فهمناش علاش ناس تخش الشريعه. فقط اشير انه في 2005 اظن في 2005 الا ما رانيش غلطه في 2005 المشرع الجزائري دار الخلع. 2005 نعم 2005 صار جدل كبير في الجزائر. الرجال قالوا كيفاش تعطيوا للمراه هذا الحق في انها تطلق الرجل رغم الشريعه الشرعي والخلع كان في الشريعه. المراه من حقها تطلق الرجل لما يكون ظالم وجائر. فشوفوا منو هذاك الامر. احنا ما قلنا عليه قلنا رحيمه علاش قلنا باللي هذا القانون ظالم لانه بعيد على الشريعه. الشريعه شوهت نضال لو كان صح مستمد من الشريعه ما تتظلمش الام ما تتظلمش صحيح. الزوجه ما تتظلمش المراه المطلقه. هذا اللي رانا نحضروا عليه حتى ندور النقاش. باختصار شديد انا اعتقد في هذه الامور حساسه جدا وما يحس جدا. بالجمره غير اللي عفس عليها. كل سبب طلاق عنده مسبباته الداخليه وخلافاته الداخليه، بالتالي ما اللي يحس بالجمره غير اللي عفس عليها. فبالتالي ما نقدروش نفهموا المرأة في ذلك الوضع. أنا أعتقد أنا دائما مع أنه أرى المرأة أو الأم ربي يفهمها مع المرأة. الأب مع الإبن هي راح تتفهمه أكثر من الأب. مهدي براس القوانين الشرعية هل تعتقد أنها خصوصا ما تعلق بالمرأة والعلاقة ما بين الرجل تعتقد أنها منسجمة مع القانون الوضعي اللي حطه المشرع الجزائري؟ شوف لازم نتفقوا على حاجة، القوانين تتطور بتطور المجتمعات وليس العكس. لا تتطور المجتمعات بتطور القانون. المجتمعات في تطوراتها وفي تعقد علاقاتها وحياتها تفرض منظومة قانونية جديدة. هذا ليس بدعة، هذا ناموس الطبيعة يمشي هكذا. قبل ما نتحدث في المسألة هذه أريد أن أطرح بعض الملاحظات. القانون هذا لكن تقولي بأنه ما هوش مستمد 100% من الشريعة، ولو كان جاء مستمد 100% من الشريعة راح ينصف المرأة. مسألة تعدد الزوجات بمبرر شرعي ما هوش موجود في الشريعة، موجود في هذا القانون. يعني لو كان نروح للشريعة كما يتصورها تصورها المنظومة الفقهية تاعنا راح نقولوا بالراجل من حقه أنه يتزوج ويعدد الزواج، حب اللي يحب وكره اللي كره حتى وما عندوش مبرر، المهم يعدل. ولما نروح لمسألة العدل تولي مسألة نسبية. فإذا القانون هذايا قانون هذايا لانه ماشي مستمد من الشريعه 100% هذه الماده هذه اعتبرت قفزه نوعيه مقارنه بما تقول به المنظومه الفقهيه. لانه في المنظومه الفقهيه من حقه حتى ما عندوش مبرر شرعي. انا نحب انسان نحب ندير ربعه المهم نعلل بيهم.
كي نرجعوا للعدل نلقاو انها المساله نسبيه. صح المنظومه الفقهيه ماشي كلها تقول بلي بدون مبرر وبدون لا لا. الان كان مساله واحده اخرى، مساله الولي. الولي مساله ليست محسومه في الاسلام. ماهيش محسومه في الاسلام. لانه المذاهب الاربعه تاع اهل السنه ما نروحوش للشيعه. المذهب الساده الحنفيه لا يشترط الولي. الولي ليس شرطا في زواج المراه البكر اذا كانت عاقل، مش بالضروره. الاتراك يعني تزوج روحها. من حق المراه انت العاقل انها والثلاث مذاهب الاخرى لن افهمني 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 هم ما تمسكش المذهب وسيب الثاني افهمني فيك عن الجدل. قلنا لك لا يحكي على الجدل معليش مانيش نحكي لك انا نقول لك الاحناف معلومه الساده الحنفيه في الاسلام ومسلمين وما كان واحد يقدر يكفرهم يجتهدوا قالوا ان شرط الولي ماهوش موجود يعني المسلم على المذهب الحنفي ممكن انه بنته تتزوج بدون ولي الان الان بكر ثيب لا 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 مش ثيب مش ثيب البكر هذا نقاش ديني البكر نزيد نمشي لك ابعد نزيد نمشي لك ابعد في مساله الولي في مساله الولي مع كرامه الطفله مساله الولي في الواقع في الواقع ما كان حتى طفله تحب تتزوج بعيد على باباها وخوها وكذا ما كاش الا اذا خاصة في المجتمع الجزائري ما كاش يعني اذا تزوجت وحده فمعناها انها مضطره مضطره ثم ان في في الاسلام الولي يكاد يكون مساله شكليه تراعي الاعراف وليس مهدي انت 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 بدايتك كانت تلخص الكلام اللي كان قلته بعد انه القوانين تتغير خليني نكمل خليني نفهم المجتمع تعطيني فيتو اعطي له الفيتو مهدي براش الان الان هذه القوانين هذه احنا عندنا واقع نحبوه ولا نكرهوه عندنا واقع هذا الواقع هل لما نطبق هذا القانون بهذا الشكل ونصر عليه راح نحلوا مشاكل؟ ما حيش نحلوا مشاكل بدليل أننا في المواريث راح نصيبوا بأنه هذه المنظومة فيها حالات كثيرة وين المرأة تنظلم واحد عنده زوج بنات وما عندوش دراري غدوة من غدوة حياته كامل يعرق عليهم يأتي اليوم وين يتوفى لأنه ما عندوش ولد يجي عمد الطفلة ويدي معاها ويقدر حتى يحاوزها من الدار ولا يبيعوا الدار ويقولها روحي شوفي واش ديري بحقك الى غير ذلك، هذا واقع، انا مانيش نقول لك بدل ما تبدلش، ولكن حاب نقول لك بان الواقع الاجتماعي عندما يتعقد عندما يتعقد يفرض على المجتمع هذا ايجاد منظومه قانونيه تتناسب وهذا التعقيد، تجيبها من الشريعه 100%، تعيد الاجتهاد في الشريعه، تجيبها من القوانين الوضعيه ذاك امر اخر. ولكن انك كنت تبقى بهذا التعقيدات دون قانون ما راحش توصل بعيد. شكرا حمد. اتمنى لو تسمح لي بس يكون اقدر اتكلم في الموضوع ده. خليني اختم بالاكثر الاكثر اختلافا. دايما يجي النقاش يدور 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 وبعدين يجي سي مهدي يروح ضارب لي حاجه كده قبل البتاع يسخن. مساله انت صحيح محق ان هو في المذهب الحنفي انه المراه يجوز ان هي تزوج نفسها ولا لكن مش القاصر لكن جمهور اهل العلماء دائما مثلا عندنا في دار الافتاء المصريه لما تيجي تبعت فتوى حتى على الموقع والكلام ده كله ما يقولكش انت مذهبك ايه يقول لك اتفق جمهور اهل العلماء في كذا فجمهور اهل العلماء في هذا الامر انه وفقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي ما امر مفصول في ذلك فهمتني ما فيش حد دلوقتي بيتبع والمسلم مش لازم يتبع اهوائه والله انا هدور على الرخصه دي في المذهب ده واروح على الرخصه دي في المذهب ده انا كحمدي بعمل كده بشوف الجمهور ماليش دعوه بمذهب معين اللي اتفق عليه الاغلبيه لو انا فعلا عايز اذهب للمذهب الصحيح مساله المواريث ثاني مفصول فيها فصلا قطعا في موضوع القران الكريم ولن نتحدث فيها لا سي مهدي ولا انا دارسين فقه ولا اهل للفقه للحديث في هذا الموضوع، اذا اردنا ان نفصل في هذا الموضوع فلناتي في ضيف في حلقه معينه من اهل الفقه يفصل للمشاهد هذا الامر. نعم.
في عجاله موضوع بقى فكره الولي، وانا يمكن البعض منكم يعرف انا ما انا منفصل وعندي مطلق وعندي ابني خلاص. الموضوع مش فكره زكاره في المراه ان هو عند زواجها الاولاء يذهبوا للاب. انا كاب من حق ابني ما يربوش حد غيري، فهمتني؟ هو في حضانه الام، لكن لما تتزوج الامر انا من حقي اربي ابني، لكن مش موضوعك كما تقول زكاره، لان بعض في حالات برضه حالة ايه دراسه حاله بحاله ما تقدرش تعرف. افهمني بس، أنا بكل المرأة عندها الحق أن أي ماشي أي وحدة جيت تربي في بلاصتها. وحمدي يتحدث عن حالته. ثواني أنا بكلم على عينه حمدي. أنا ذكرت مثال. أوكي. خلاص؟ لا من حقك. إنه من حقك أنت عايز تربي أولادك، ولكن مش زكارة، لأن في نفس الوقت في نساء مطلقات تتمنى الزواج والزوج مهمل لا يرى أولاده بالعام والعامين والعوام ولا ينفق عليهم وفي نفس الوقت يقول لها والله لو تزوجتي غدوة ندي لك الأولاد. هذا يعني لا يرى الجنة إنسان زي ده غير إنسان، فهمني؟ هذه سكارة. فالقوانين حتى لو طبقتها بالشريعة 100% تخضع في الآخر للتطبيق البشري، وأنت هتعمل إيه؟ أنا أقول لك كمثال، أنا بيني وبين أمي صحيح لم نتفاهم في الحياة الزوجية، فهمني؟ ولكن بيننا تفاهم كبير جدا، وبشكرها على الهواء ودمه فيما يخص خصوص الولد. القانون يقول ان انا كأب اخذ ابني يومين في الاسبوع من الساعه 10 للساعه 5، لكن انا باخذ ابني يبات عندي يومين، لو محتاجه في اي يوم ثاني باخده، لو هي في اليوم ده معين فيه. صحيح. ففي تفاهم لين لمصلحه الولد. اذا كان الاطفال تضرروا بضرر الطلاق لا ينبغي ولا يحق للاباء ماشي في اجل عناد أن يكلفوا الأبناء نقطة مهمة فاتورة أكثر من ذلك. صحيح، نقطة مهمة. هاجي لك لنقطة ال 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 ما بقاش معنا وقت كثير للأسف. يلا أعطينا فيتو حمدي شجاع. بالضبط هذا الأهم. إيه هذا لأنه لو مشينا بالقانون، لو بالقانون أمور كثيرة هتتصعب. في الآخر القانون الأساس فيه قانون الداخلي، ضميرك، مش هقول لك بس ودينك، وضميرك وإنسانيتك. قانون الأسرة ده هتلاقي فيه أمور كتير جدا تخضع للإنسانية، فاهمني؟ إنك ما تحرمش أب يشوف ولاده، ولا تحرم أم تشوف أولادها، يكون في توافق وتفاهم فيما يخص الولد. هجي لك بقى الجزئية المهمة، موضوع خاص بتعدد الزوجة. أنا واحد من أهم الناس الداعمين في تعدد الزوجة، وأقولها على الملأ كمان، يوم ما أتجوز يوم ما أجي أتجوز واحدة هقول خدي بالك، أنا يوم عايز أتجوز تاني هتجوز تاني، وما تقوليش لأسباب لازم، لأن أغلب النساء لا تقبل، فهمتني؟ مش بالضرورة الزوجة تكون معيوبة، ولكن هقول امر مثال، يعني على سبيل المثال ليس الحصر، قد يكون هذا الزوج مثلا في طاقته الجنسيه عاليه جدا لا تطيق هذه الزوجه، مراعاه لمشاعرها يتعذب، حتى لو كانت مش ناحيه شرعيه من ناحيه انسانيه. واعرف كثير من الحالات التي قد تكون كان من الممكن ان تستمر الحالات الزوجيه فيها لو عدد الرجل، ولكنها لم تسمح فخرب البيت الاول واستطاع ان يتزوج مره اخرى. الموضوع العدل لن تقدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك، يقصد به القلب. ولكن لما تيجي تفكر في التعدد لازم تكون رجل ذكي، ان انا احسس كل زوجه ان هي اهم واحده في حياته حتى لو عدد ما بين اثنين واحد. الحمد لله. رشدي اذا سمحت لي اعطيك حكايه بسيطه في 30 ثانيه فقط. لا لا لا، انا شفتها في محكمه، كنت في اطار عملي صحفي، كنت حاضر جلسات المحكمه، جات قضيه نفس هذه يعني الكفاله، انه طفل وطفلين والاب والام. القاضي توقف في كل الجلسات قال انا هنا قبل هذه العباره سيد حمدين، قال انا هنا نتوقف، ما نصبحش قاضي، نصبح في ورطه، نصبح في مشكل. ومن بعد واش دار؟ استدعى الاولاد في زوج، طلعها معاه، قعدهم معاه، لانه كان لازم يتعامل كجانب انساني. قال ان القوانين هذه صعب ما نقدرش نتعامل معها، انا لازمني نحل المشكل بين هذه العائله بعيدا عن كل القوانين الدنيا. قال بهذه الجمله انه كل قوانين اللي كان يخاطب في الاب، قال له كل قوانين الموجوده في الارض وكل قوانين المدني وغير مستحيل انه يعطيني الصلاحيات. الان الدور اللي راح نقومه انه اني نصلح بيناتكم، وهذم الاولاد ينزلوا من عندي لتحت ويكونوا معاكم انتم في زوج، هذا هو الهدف. صحيح. الاساسي. وبالتالي يعني قضيه القوانين قد تكون مش كثير هذا النقاش. رجاء هذا الكلام، هذا الكلام، هذا مشاكل المرأة مشاكل مختصة بالميراث والزواج والتعدد يتقال في المجتمعات المثالية. ما كاش مجتمع، ما كاش مجتمع بالشكل اللي الله يتكلم عليه حمدي يوصل للطلاق أصلا.
يعني انت تخرب بيت القوانين هذه موجوده تنظم الخلافات نظم الغ... ما كاش حاجه اللي ديال انه يكون كذا خارج الشعب وحنا هذا حد... حاجه مهمه لانه دينا وقت كثير حول بس على حاجه زي ما القوانين دي خد بالك انت بتشوفها مجحفه للمراه هي كمان مجحفه للرجل هل تعلم ان في القانون عندما المراه تطلب الخلع حتى والقاضي لديه كل الأدلة وكل البراهين أن الزوج هو المظلوم والزوجة هي المخطئة هو يمنحها حق الخلع مش بالضرورة هذا مش بالضرورة لا 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 ده قانون كده طلبت الخلع خلاص يفصل في الأمر لا 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 لا, لا, لا كل دراسة على حدة لا لا والله ما في أنا عارف بلا أنا عارف الموضوع إيه خلص حسن تريد أن تعاقب ولا لا خلص قالوا مسيرة حرية المرأة في الجزائر تبقى مستمرة من حق المرأة تكون عندها استقلالية ذاتية شخصية بنفسها بعيدا على وصاية أب أو زوج أو أخ أو أي شخص آخر أيا كانت صفته المرأة في حقها أنها تتخذ قراراتها بدون أي ضغط من أي جهة أنها تكون حرة نضال دارت مسرح في وقت اللي كانت الناس تموت في وقت الإرهاب أنا نحييها فيها على هذا الشيء ناس في الجزائر نساء 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 جزائريات خاضوا كل المعارك على كل المستويات الإعلامية في وقت الإرهاب السياسية كي كان انغلاق سياسي في كل هذوك النساء يستحقوا اليوم احترام القضية وتقدير من بكري جاهدة مسيرة تحرير المرأة حتبقى مستمرة وكنا نهضروا على الذاكرة أوقاتي جاهدة كنا نهضروا على الذاكرة والتاريخ احنا خرجنا من 62 وين كانت المرأة بجنب إلى جنب مع الرجل في الجبال لكن في 62 اداو كامل المناصب وخلاوها هي تزغرت وتمد ذهبها لبناء الدولة الجديدة. هشام نختم معاك لأنه ما بقاش معنا برك غير ما نطولش أنا ثاني 20 ثانية، أنا نقول باللي قانون الأسرة كغيره من القوانين له مدة صلاحية وبالتالي يحتاج دائما إلى نقاش وإعادة نقاش. من يطرح من يناقش قوانينه هم الناس المختصين. اعتقد أن الناس اللي شفناهم في الويمارس وخرجوا وعطاوا هذيك الشعارات قانون الاسره الا بوبال ولا احنا اصلا بمجرد نقاشنا لانه ساعتين ما تكفيناش فما بالك انه نتكلموا في كابسول تاع ربع ساعه ولا نصف ساعه اقول انه النقاشات تاع قانون الاسره هو مجرد راح يكون مجرد استقطاب ايديولوجي نحن في غنى عنه احنا مجتمعنا يعني في عمومه محافظ يعرف واش يدير وش ما لازمش يدير احنا عندنا رسائل تاع الشيخ احمد حماني الله يرحمه خلاها وراهي موجوده ومؤرشفه نقدروا نرجعوا لها هذا علامه الجزائر وكانت في نقاشات كبيره بينه وبين شريف مسعدي الله يرحمه وكانت فيه نقاشات في كل مره نعاودوا نجبدوا مثل هذه القوانين ونعطوا لها صبغه ايديولوجيه هنا راح يكون اعتقد الخطا هذا مش مطول صحيح يعطيكم الصحه وما نبقاش معنا وقت كثير فقره شكون احنا راح نقدموها كانت ساميه قالت لي ما تهضرش في هذا الموضوع عرفت اني هضرت شويه فقره شكون احنا راح نقدموها اليوم لانه معنيه او تلامس نقاشنا المتعلق بقانون الاسره وحقوق المراه واسبوع المراه والثامن مارس هل تقبلون ان تقودكم امراه؟ هل تقبلون ان تتراسكم امراه؟ هل تقبلون ان تديركم امراه في فقره رميسه وشكون احنا؟ كم سلام اختي جا نحط سي في تاعي تاع الخدمه وي تفضل اختي نسقسيك انت المسؤوله عليا في الخدمه وي بيان سور هذا مثال على جزائري ما تقبلش انه تكون مراه مسؤوله عليه شكون حنا اليوم راح تكشف لكم اذا كاين الكثير من امثاله ولا هو استثناء فقط مرأة ضعيفه في الايمان دي انا كي عارفه الرجال قوامون على النساء إلا كاباب عندها قوة صح بصح باش مرا وتلعب بينا ماذا بيا مرا علاش؟ باسكو شو بالك تتفاهمي مرا تتفاهمي معاها وتفهمك بالك عندك يطيحي في بيريودا تفهمك المرا خير من الراجل ما عنديش مشكل أنا الحاجة اللي تهمني الرئيس تاعي يكون عنده كفاءة مهنية أكثر مني يعني إلا كان كفء عليا ما عنديش مشكل كونترار ما عنديش إشكال يعني كيف كي تكون مرا يعني تكون عندنا معاملة كورديال يعني تاع زميلة كل واحد في بلاستو يكون راجل نفس الشيء نفضل راجل هكذاك جو بريفير
ما عنديش تفاصيل اكثر مي جو بريفير ان هوم. والله ما عندها حتى معنى هذه تاع مرا ما كانش فرق بين المرا والراجل باسكو سي لي كومبيتونس تاعك هما اللي يفرضوا نفسهم يكذب عليك. المرا تقدرك بارابور لخدمتك والراجل لا ميم شوز. وشنو اونتر غيومي يا توجور هذيك شويه شغل بين المرا والمرا كاينه كاينه يونيتنسال تشعل تشعل. مرا باش باسكو نتفاهم معاها اكيد. رئيسة يعني لو كان نتكلموا من ناحية الدينية ما نقدروش نتقبلوا هاد الشيء هذا، مي لو كان نهضروا بصفتها كفء وتقدر تعطينا البلوس وتقدر تطورنا المجالات اللي راهم عيانين في عندنا في البلاد بوركوا با. سي نورمال اختي، لا 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 هذه حاجة نورمال اختي باسكو عندها بالك نيفو خير مني، هذه عندها نيفو عالي عليا، سي نورمال هذه حاجة ما فيهاش عيب. نو 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 ما المرأة ضعيفة يكذب عليك مهما تكون قوية عندها ضعف تاعها عندها نقاط الضعف. والمرأة في الجزائر محقورة بزاف، الراجل راح يدير واش عنده يستعمل كل أسلحة تاعو باش يحطمها. السلام عليكم خويا، معليش نسقسيك. معليش تفضلي. بصفتك شاب كيفاش تشوف سوق العمل الجزائري؟ ما كاش قال الخدمة ولي بوست داهم كاع نسا. هذه هي آراء بعض الجزائريين حول مسألة القيادة النسوية، شفناها في فقرة شكون احنا لزميلة رميسة. بعد الفاصل ميديا بوليس، ابقوا معنا. مكملين معاكم مشاهدينا الكرام، وقفنا عند فقرة ميديا بوليس والفيديو الأول، نشاهد معك. دارت حوايج كثيرة في قطاع الثقافة، يشهدوا لها الناس اللي هما صادقين وأوفياء، الناس اللي ما همش كذابين، اللي ما يمشيوش مع الواقف، الناس اللي ماشي على كرشو تخلي عرشو يخلي عرشو، الناس اللي يعترفوا باللي هذيك المرأة حاربت باش تخرج الثقافة من العدم، وإحنا ساعدناها. هذا الفيديو لأمينة حزب العمال لويزا حنون اللي عاد للواجهة في الأسبوع الماضي بخصوص علاقتها مع الوزيرة السابقة خليدة، وزير الثقافة خليدة تومي. دائما لا تزال حنون تدافع بقوة وبشراسة عن لويزا وعن خليدة تومي وترافع لنضالها وترافع لبراءتها وترافع لعلاقتها الطيبة معها، وتقول باللي هي أفضل وزيرة فاتت على تاريخ الجزائر المستقلة في قطاع الثقافة. في وقت البحبوحة سي نورمال. يلا نبداو معك نيزار. أنا إيه شيء يهمني هذا، أنا راح نكون من الناس الكذابين لأنه هي قالت راح يهضروا عليا الناس اللي ما يكذبوش، أنا راح نقول أنا كذابة ونقول أنه خليدة تومي ما دارت والو لقطاع الثقافة، بالعكس جات في وقت البحبوحة خدمت واش خدمت فيما يخص هي والحاشية نتاعها كأي وزير تاع ثقافة، كأي وزير تاع ثقافة لحد الآن ما قدم أي شيء. أهم شيء اللي لازم يتقدم للفنان هو قانون الفنان، ما تقدمش. وأنا كنت وما زلت نقول أنه وزارة الثقافة لا أهمية لها، أنا دائما كنت نطالب وما زلني نقول وزارة للسياحة والتراث والفنون. نعم حسن، واش هذا سر العلاقه ما بين خليده تومي ولويزا حنون؟ لازم نعرف بلي صديقات، سون دو تري بون زامي. كي كانت لويزا حنون في الحبس، خليده تومي داخله في لجنه مسانده لويزا حنون، دونك جو بونس سي رد الجميل. رد الجميل سي تري كوريكت، سي تري كوريكت، جابريسي بوكو، سي دي فام سي سوتيان سي بيان، ميم سي ما يتفاهموش. كيش يقولوا خليده تومي كانت بوندون 11 سنه كانت وزيره، لويزا حنون كانت في نقولوا في المعارضه، بين قوسين معارضه داخل النظام، جو سي با كومون لو دي، سي ان شوا بوليتيك فوالا. دونك جابريسي بوكو كيل لا سوتيان، مي لو بيلون تاع خالد تومي على تي دو مينيستر دو لا كولتور كيما قالت نضال 11 سنه يافي بوكو دارجون، مي كارثه. قريت لا كور دي كونت، لجنه المحاسبه دارت واحد التقرير طلعت عليه، كارثه كبيره، 3 ملايين كتاب طبعوا وراهم 3 ملايين كتاب. دونك لو بيلون دو خالد تومي على تي دو مينيستر دو لا كولتور شوي ديزولي شاهده، ولكن اسمح لي، خليدة تومي عندها الحق تحاكم بالعدل، صافي 18 مواراة في الحبس، ان شاء الله تحاكم يا خويا. جاهده هذا ما كان فيها وعليها، كما قال رئيس تبون على الحكومه فيها وعليها. قدمت اشياء تثمن بوندون 11 هي شاده قطاع الثقافه، اسست مهرجانات، سوقت صوره الجزائر في الخارج، استقدمت فنانين، خلقت
معارض ومهرجان، ما نكذبوش يعني عملت اشياء، نقيموها بموضوعيه. وماذا عن العلاقه بينها وبين حنون؟ كما قال هذيك دافعت عليها وهذيك هي تدافع عليها. لا ايضا نقول انه انه كانوا متكاتفين في وقت معين ضد ناديه شرابي كوزيره سابقه جات بعد شرابي، باش نعرفوا عمق العلاقه اللي بين لويزا حنون وفوالا العبيدي، باش نعرفوا عمق العلاقه ما بين لويزا حنون وخالده تومي ماشي من اليوم. ناديه شرابي العبيدي هي وزيره الثقافه اللي كانت في بعد خالده تومي، وبالتالي الجميع او ربما المهتمين تابعوا القضيه اللي كانت في البرلمان اللي رفعتها لويزا حنون ضد شرابي، والقضية وطيحة. أيضا دخلت ما بين القضاء ما بين شرابي وما بين حنون، وبسببها أطيحة بوزيرة أطيحة الثقافة. بشرابي. هل تربطين ما بين الإطاحة بشرابي والبوا ولا الوزن نتاع حنون آنذاك في التأثير على هذه القضية؟ نعم هشام. بون شفت أنا هذا اللايف تاع السيدة لويزا حنون، نقول باللي لويزا حنون دائما وفية لمدرستها تروتسكية ووفية لأبناء هذه المدرسة، فمنطقي أنها تدافع على خالدة تومي. فقط الآن الشيء الجديد في السيدة لويزا حنون أنها ركبت الموجة هذه البدعة السياسية الآن عند السياسيين أو عند الناشطين بصفة عامة، وهو المطالبة بإطلاق سراح، بدل كما قال حسن هو الأصل يكون المطالبة بالمحاكمة العادلة. فهمني؟ فهذه هذا اللي كان لازم نعلقوا عليه. لويزا حنون هي الآن تعمل في السياسة، فهي مؤخرا شفناها أنها اتهمت اطراف في الحراك بالظلاميه وبالرجعيه، نفس هذا التيار الذي كانت الذي سمته بالظلامي والرجعي، كانت يعني تخطب ود القاده تاعو والقاعده ديالو في قبل 30 سنه، فهي الان لويزا حنون هي تمارس هذا السياسه، تمارس التلون السياسي، وما تكونش الحنون وكما ديرش. رحيمه كيف تابعتي هذه القضيه؟ شوف انا ما تابعتش بزاف هاد الشيء كاع، ولكن كان نهضر على خالده تومي با ايكوتي مو جي با في غران شوز دو لي ترافو تاعها، يعني ما كنتش نتبع بزاف كما كانت تقول نيدال لي زارتيست ان جينيرال ولا لا كولتور ان جينيرال، اللي محقوره فهم اللي غابيسي هنا في الجزائر، دونك اوكان كومونتير. نعم محمد رشدي تعطيني شويه وقت الى ديت الفيتو نديوه. شوف انا تعاملت مع خمس وزراء للثقافه كصحفي، خالدة تومي، نادية شرابي، مرداسي، ميهوبي، وهادي. أنا أقدر نقول لك التقارير مندودة. التقارير اللي كانت تأتينا إلى المكتب من مجلس المحاسبة في وقت خالدة تومي هي أكثر فيها فساد، أكثر تقارير فساد مالي رهيب، أرقام رهيبة. أنا أعطيك تقرير أنا كتبته وتناولته في جريدة الخبر. ما ننساوش بين قوسين فقط أنه تلك الفترة كانت فيها بحبوحة مالية ومتعلقة بتظاهرات ثقافية كبرى، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، الجزائر عاصمة الثقافة الإسلامية. أتحدث عن القيمة المالية ولا أتحدث عن الفساد. محمد في أحد التقارير يقول 2014 أو 13 تقرير مجلس المحاسبة يقول 65% من الصفقات اللي كانت تنجزها تقوم بها خالدة تومي كانت تنجز خارج القانون. هذا تقرير رسمي، فهمتني؟ انا اخر مقال كتبته ربما تتذكروا رشدي تحكينا عليه في 2014 عندما استقالت خالدة تومي او اقيلت خالدة تومي، كتبت في عمود مجرد راي قلت خالدة تومي الاقاله لا تكفي، يجب المحاسبه. بعد خمس سنوات نتكلم عن المحاسبه. ندير نقطه نظام برك، نحن نقطة نظام. لسنا في سياق محاكمه جديده لخالدة تومي المحاكمه، وانما ربط العلاقه بين ويزا حنون وخالدتهم ربط العرقة. أنا نحترمها على المستوى الشخصي لأنه هذا وفاء للنضال والعشرة التي تجمعهم أكثر من 40 سنة من واجب الصداقة، لكن مش لازم لويزا حنون تجمل مسار وزيرة اشتغلت في 12 سنة تسببت في الإساءة. نقول لك حاجة خالدة تومي هاي تفضل عطيونا الفيتو محمد على نقدر نقول لك شوف نقدر نقول لك خالدة تومي كانت عندها فرصة للنهوض بالثقافة الجزائرية تاريخية، الفرصة الوحيدة منذ الاستقلال منحها بوتفليقة كل الامتيازات المالية، رفع الميزانية إلى 70%، مش بفضلها هي ونضالها، لأنه عن قناعة بوتفليقة كان يعتقد أنه بعد العشرية السوداء لابد أن ندخل في مجال البحبوحة وثقافة المهرجانات لنشغل الرأي العام والشعب الجزائري والشباب الجزائري عن السياسة حتى يحكم بأريحية. فبالتالي لم تكن لديها ميزة، كانت لديها فرصة تاريخية للنهوض بالثقافة لتطوير صورة الجزائر في الخارج والاستثمار الثقافي. كرست خالدة تومي سياسة البزنسة تحت الطاولة، كرست خالدة تومي سياسة منطق
تبديد المال العام من دون رقابة. كرست خالدة تومي ثقافة ثقافة المهرجانات البالية، أنا ما عن المهرجانات كشيء إضافي للبلد، ولكن ثقافة الرياض والفولكلور. أساءت إلى صورة الجزائر في الخارج ولم تحسن إليها، بل بالعكس خالدة تومي في تلك الفترة 12 سنة لم تؤسس إلى فعل ثقافي حقيقي، والنتيجة اليوم أصبح المشهد الثقافي الجزائري يعاني التركات كبيرة جدا. أنا مع أن تحاكم محاكمة عادلة، من حق خالدة تومي أن تحاكم محاكمة عادلة اليوم وليس غدا. أنا أراها مظلومة الآن في السجن، ولكنها لم تكن مظلومة عندما كانت تحكم لمدة 12 سنة. واخيرا اتفق مع محمد علال. واخيرا مهدي بن راشد، انا باش ما تحولش الجلسه الى جلسه محاكمه ثانيه لخليده، خلينا نوليو في قضيه لويزا حنون وتكرارها لمساله المناهضه او المرافعه لصديقتها خليده تومي. لا لا لا، شهامه منها بين قوسين انها تدافع على صديقتها وزميلتها لفتره طويله. فقط برك لويزا حنون وقعت في تناقض، ما تقدرش تهاجم بوتفليقة وتدافع على وزرائه. الوزراء اللي كانوا حابين يخدموا في فترة بوتفليقة وما قدروش يخدموا ديميسيوناو، استقل مجميع واحد في العشرين سنة هذه، مجميع واحد خدم مع بوتفليقة وضرب معاه العهدة الأولانية والثانية والثالثة وقعد حتى تحاوز، ما تقدرش تدافع عليه. من الصعب انك انت تتناقض مع نفسك. خالدة تومي كانت تمثل الجانب الثقافي في تصور بوتفليقة. اذا كان بوتفليقة فاسد، وهذا اللي وصلنا ليه بعد 20 سنة من الحكم تاع بوتفليقة، اذا كان هذا فاسد الجانب الثقافي كذلك ما يقدرش يكون حاجة واحدة اخرى ابار فاسد. يعطيك الصحة مهدي. نتوقفوا عند هذه النقطة مع خالدة تومي ومع لويزا حنون، ونشوفوا الفيديو الآخر في فقرة ميديا بوليسي، خرجنا شوية على أجواء السياسة. شيخنا الفاضل، أنا الحمد لله إمام أستاذ بأحد مساجد الغرب الجزائري، حامل لكتاب الله والحمد لله. ما شاء الله. أحتاج يا شيخنا زوجة صالحة طيبة، يعني تكون 20 سنة أو 20 إلى 24 25 سنة، ليس هنالك بأس. يا سيدي عادي، هذا حقك، وهذه سنة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الزواج سنتي. تريد جهة ولا أي جميلة من الجزائر ولا كيف عندك؟ أي شيخ، أي جميلة، المهم تكون متدينة وتكون امرأة فاضلة وتكون صالحة، ومعني السنة الشيخ ما يهمش السن، أقل من 25 سنة، المهم أنها تكون امرأة طيبة ومتدينة، تقوم لي بالوالدة وتقوم لي بالضيوف نتاعي. حبيبنا من الغرب الجزائري، إمام وحافظ لكتاب الله، ويتصل بالشيخ شمس الدين في برنامجه ليعلن أو يفصح عن نيته بالزواج من امرأة صالحة وحافظة لكتاب الله وتقوم ببيته وجميلة وأقل من 25 سنة، كما قال هشام زواج لايف. لها زواج لايف، عجبتني هشام. حسن، نديروها ابليكاسيون. ابليكاسيون واش يقول لك؟ ولفنا الفتاوي على الهواء، دوك الزواج على الهواء. حقه قال لك، حقه شيخ شمس الدين، حقه بيان سور، حقه. بالتلفزيون تعيط حوش لي مراه فرونشمون. نضال، ما فهمتش، هو قال له زوجني ولا شنو؟ قال له انا اعلان زواج بينه وبينه، بالك هو داير فيه ثقه، يقول لك يزوجني، هذه تبقى بينه هو، خاصه به هو وشيخ شاهده. قال باللي الشيخ شمس الدين قال له هذا حقك، نظن باللي في الدين ما على باليش لا حديث صحيح او لا، استروا الخطوبه واعلنوا الزواج. حتى لما اذا كان عندك زوج المراه اللي حاب تتزوج بها، لما تخطبها سر حتى تتزوج بها، ومن بعد اعلن، لانه من شروط الزواج الاعلان. حتى باش تحوس تخطب جد اعلنت، درت اعلان في التلفزيون. حمدي، والله اولا الدعاء والائمه بصفه عامه في البرامج التلفزيونيه يعني يستقبلون اتصالات تختلف اساليبها وطرقها ومن مستويات مختلفه بطرق مختلفه، كل شيء فيها وارد، هذه واحده. الامر الثاني، ربما قصد ان هو الشيخ يرشح له من يعرف، وهو لم يجد وسيله او سبيل للتواصل مع الشيخ في هذا
الامر الا البرنامج، ولكن في كل الاحوال اعتقد ان الموضوع ما كانش يتطلب من هذا الرجل انه لدرجه ان اتصل على داعيه رشح لي. وشركت الشروط اللي مدها؟ والله دي شوف 25 هذه الامور ما احنا مش عارفين عنده كم سنه، احنا مش عارفين كل واحد احنا ليه في الموضوع ده زي ما تكون ثانيه واحده بس ليه في الموضوع ده؟ عطاك معلومه علاش قلت له ثانيه واحده؟ ايه ما قال لك 34 سنه في عمره، 34 سنه في عمر الامام. طيب هو قال لا تقل عن 25، ما قالش ما تزيدش عن كذا، لو زيد عن كذا يوم تبقى لا 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 تزيد عن 25 سنه، لا من 20 و25 قدم حقه. ورا المشكله معلش يا سيدي هو حر، وان كان دي تقديريا كاين في الزمن اللي احنا فيه ده، تلاقي بنت عندها 20 سنه وبعقل اللي عندها 30، وفي اللي عندها 30 و40 وبعقل 15 سنه، فهمتني؟ فالموضوع تقدير نسبي، لكن في كل الاحوال للرجل، عشان كده بقول لكم الموضوع ده للاسف اغلب المجتمعات فاهمه انه تاسيس ولا غير مهين. ثانية بالظبط الموضوع مش سنة بس ولا غير شي مهين. اكمل دي بس اهانه وحق ربنا. ثانية واحدة بس اكمل كلامي، صدقوني بضاعه يا ماما اكمل كلامي، انا حبها كذا وكذا. شوف لي سيارة، اكمل كلامي، شوف لي سيارة الماتريكيل الجميل ده. يا لا حول ولا قوة الا بالله، خلينا بس اكمل كلامي. خلوه يكمل، ما فيش حاجة اسمها اكمل كلامي وتقولوا لي صوته بيعلى. ما ندافعوش على ناس كي ما ندافعوش على ناس. مين قالك انا بدافع؟ سنة واحدة بس. انت انا كملت كلامي. اما كان حقي مدرب بذمتكم. طب بالله عليك انا راضي، هل ده مستوى؟ انت كي تحبي تزوجي ثاني هل ده مستوى؟ ثانية واحدة لازم صوتي يعلى، لازم صوتي يعلى عشان اتكلم. يا حمدي قضية صوتي الاعلى هذه مردودة إليك، مردودة. وش قضية صوتك يعلى؟ ما واحد ما يفعل. طب انت دلوقتي انت بتقول لكل واحد كمل فكرته، انا مكمل. كان زماني قلت اللي انا عايز اقوله. الموضوع ده كله ملاش دعوه بموضوع ليه رقي، زي ما بتقول مثلا جهيده الموضوع مهين، المراه اكبر وارقى من انت تحدد، هذه اسمها صفات ظاهريه، عندها السن، مستوى الجمال، الكلام ده كله، اللي انت تراها جميله قد يراها الاخر غير جميله، قد تكون عاقله في سن ال 25 وقد تكون مهبوله وهي في سن ال 40، فهمتني؟ ولكن الموضوع كله ينطبق على الواقع، ده يخضع لذكاء الرجل وعقليته. باش ما نهربوش من الموضوع حمدي، خلينا نوليو المسألة طلب الزواج لايف هذا، واش رايك فيها هشام؟ والله انا نشوف باللي هذا الامام بون سي فري كان قادر مثلا على صفة امام. ايه واني عارف المتصل امام. ايه امام لانه هو قدوة، يعني انت فهمتك انه هو قدوة في المجتمع، الفالي باي زعما يدير هذا كيفاش يقولوا هذا الاتصال هذايا، مادام انا شفت لا فيديو هو يقول باللي جميله، ومن بعد هو الى قال ذات الدين وكل شيء، بعد انسيستي باللي الى انسيستي باللي تقدر تكون يعني تقبل تخدم له ضيافه، لانه عنده بزاف ضياف وتكون حاضره يعني في هذا الجانب. بون انا نشوف باللي هو ما غلطش، يعني انسان حب يتزوج حب يطلب الحلال كما يقولوا، وراه في الحلال، في حلال راح وحب يطلب الحلال. انا في الحق كان واحد من المعدين تاع البرنامج صديق، فاعطاني معلومه انه هو طبعا ودى التليفون وقال له اعطي لي الرقم ديالو، كتب الرقم ديالو، قال لي هذا الامام ودايره لي، قال لي في عمره 34 سنه جاء اكثر من 3000 اتصال. ايه من 48 ولايه. إيه؟ اتصالات من تونس ومن ليبيا. الله يبارك. وهو اتفق مع العائله، وكما قال هو كان حب من جيجل، واتفق من عائله من جيجل، وبنت في عمرها 20 سنه ومتدين بعد ما دار الاعلان، لا بعد ما دار كاستينغ 3000 هذو. لا 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 هو جاو اتصالات كاستينغ دار خمي كاستينغ سمي واش حبيت انت. انا نقول لك هو دار عرض ممكن في لانه شاف في حصه اجتماعيه دينيه ويثيق كما قالت نضال، يثيق بالك في شمس الدين انه قال ساعدني في هذا الجانب. فانا نشوف باللي هو ما غلطش، يعني المفروض يعني معلومات هشام، معلومات مهمة أعطاها لنا هشام اليوم. رحيم سكوب بون شوف لا في تاعي يعني غير سمعي. يعني هي في النهاية وشنو؟ يعني الراجل ومرأة تزوجوا في الحلال، النهاية هذا هو. هي لا تختلف عن ستار أكاديمي. تفضل رحيم كيما بغيت. جوستومون كي كنا نهضوا تفكرت هذاك لو سيت دو رونكونتر وين كنا نروحوا سور www.mektoub.com. اشهار لا لا علاش احنا 17.com.dz اوكي فوالا دي زد. يعني بين قوسين برك الشيخ شمس الدين اللي نحترموه ونعزوه كان عنده جمعيه سابقا اللي مشتغله على تزويج كثير من الناس، ووفق بين كثير من العرسات. لا سيت لوكازيون يعني يستعرف لي بروغرامور يقدروا يديروا ان ابليكاسيون وي وي زوجني دي زد في
كاين قادر يتواصل معنا من خلال الجمعيه. انت رحت الجمعيه؟ قادر يتواصل معنا من خلال الجمعيه. نعطيك معلومه ايضا. انا نشوفه بليزواج، انا نشوفه بليزواج حاجه امبورتونت عندنا. الوغ فينالمون سي فري كادوك شروط اديها لي صغيره كدا ناناني نورمالمون مكتوب زواج اللي تجيك تجيك. مي تقدر كيما كان يقول هشام تقدر تكون فرصه راه ولا كاين ناس عيطوا تقدر تكون فرصه واحده. هذا خير كبير. ايوا بالك ممكن لانه حافظ اللي كتب له الناس تحوس على الحافظ. اه وي دوك من بعد نوري لك واحد حافظ اللي كتب له محمد. والله ما نعلق والله. مهدي نسمعوا مهدي. حط النظاره حط شيخنا. اذا تسحق فيتو نعطيك فيتو تاعي. تعطينيش فيتو. الامام هذا طالب وحده في عمرها 20 سنة تكون جميلة بنت فاميليا و ذات دين. سما ثلاثة من أربعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك تنكح المرأة لأربع لجمالها وحسبها ومالها ودينها فاضفر بذات الدين تربت يداك. هو ما حابش هذه، ما حابش فاضفر بذات الدين، حاب ثلاثة. والله الرابعة ممكن جات في الكاستينج تاع 3000 وحدة لقى وحدة عندها متدينة. خليني نهضر يا ما تقاطعنيش والله العظيم. متدينة الجانب الهزلي هذا درته فقط. قال متدين. قال متدين. تفضل مهدي تفضل. بقى غير المال هذاك ما كان اللي بقى. عندك حساسية من أي حد يقول أنا لا 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 لا. المشكل أنه أشياء مثل هذه الأخرى هرطقة هرطقة. هذا الأستاذ هذا يا تاع الجامع أستاذ في مسجد في وهران عنده 70,000 وسيلة من أجل الوصول إلى فتاة تناسب أمزجته. بثها بهذا الشكل، بثها بهذا الشكل وكأنك أنت راح فاتح مناقصة. أسي محمد شوف لي يجوني عدد كبير ومن بعد أنا النقي. مناقصة قال لك. قولي مناقصة. شكون المراه اللي تقدر تصح لي وتناسبني اكثر وبكلفه اقل؟ لكن السؤال الابرز هنا نقطعك مهدي، احنا عرفنا صفه العروس، لكن الصفه الوحيده اللي عرفناها منه انه حافظ لكتاب الله، هل هذه الصفه تغنينا او من الامامه، هل هذه الصفه تغنينا عن صفات اخرى من المفترض ان تتوفر لا بغض في الرجل؟ لا بغض النظر عن كل هذه الامور، فتره الخطوبه بغض النظر عن كل هذه الامور، علاقه زوجيه، علاقه زوجيه أنا ضد هذه الأشياء هذه حتى عند الأوروبيين، لأنه حاجة تخص اثنين، تخص اثنين أنت تدير عليها إعلان وكأنك أنت تبحث على كروسة ولا دار ولا هذا شيء مهم. صحيح. أنا 20 ثانية بس أنا بتفق معاه في حاجة، الرجل هذا كنت أتفهم الطلب ده. واحد كيدير في سامحني برك، واحد كيدير مهدي والله غير رحيمة عندك الحق. واحد اللي يدير إعلان في فيسبوك مناقصة. يعرف أنا سؤال واحد آخر إذا كان سمحت لي مهدي نطرحه لك باش نستفاد منك. اسمح لي رشدي برك. خذ راحتك. الله يريحك، ما الذي يمنع أنه دار هذاك؟ يعني أنا حبيت نعرف حاجة تقنياً إعلامياً ما الذي منع؟ كيفاش اللي منع؟ وش اللي يمنع انه يدير هذا؟ انت في عمرك 30 سنه تجول لاخر منطقه وهران طولا وعرضا وارتفاعا وكذا وعارف الناس كامل وتعرف المصلين وتعرف ابناء المصلين وبنات المصلين، لازم لك انت تروح التليفون للشيخ شمس الدين باش يسيب لك وحده. خلونا هقول لك اعطيني ال 20 ثانيه تاعك باش نختم هذا الفقره. خلاص انا بتفق في الجزئيه دي مع مهدي تماما، انه لو اتفهم هذا الطلب لو كان شاب عادي ما عندوش محيط اجتماعي. في الغالب الائمه عندهم علاقات اجتماعيه كثيره جدا، وفي الغالب اصلا يعني كثيرا ما يكون الموضوع تقارب ودي ما بينه وبين كثير من الاسر، فالاعلام بتاعه بصراحه مش لاقي له اي مبرر كامام. سهل جدا. اسمح لي، المره اللي فاتت صورنا شاب قدم لاخر طالب للزواج في ساحه قامت عليها القيامه ومشي عاداتنا ومشي تقاليدنا والى غير ذلك، من بعد انت يا ماشي في ساحه في التلفزيون. ميرسي ما امام. الفيديو هذه الفيديو الاخير في فقره ميديا بوليس بعد الفاصل. سرا ما سراش بقوا معنا. مكملين معاكم في سرا ما سرا وفي فقرة سرا ما سراش، عناوين نناقش جديتها، هل وقعت لم تقع، وإن وقعت لماذا وقعت؟ العنوان الأول. كتيبة للدرك الوطني تحجز قناطير من لحوم الحمير كانت موجهة للاستهلاك البشري. سرات 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 سرات. هشام سرات. لماذا تسرى دائما قبل رمضان؟ إيه هو الله يهديهم الناس
يحتاجون الى ما نعرف الا كاين قانون في هذا الامر هذا، لكن تكررت سنوات قبيل العيد دائما كاين هاد المضاربين هذوما ثم يستخدمون لحوم الحمير ربي يكرمكم ويجلكم. الله محمد رسول الله يعني. رحمه شوف بين صرات واقيلا ماشي اول مره تصرا وما راح تكون اخر مره اللي حتصرا يعني. فوالا مانون يفودغي كي ان سويفي جوستومون دي لابوراتوار اللي يروحوا يفيريفيو منين يجي هذا اللحم كيفاش باتاتي باتاتا. انا صرات اكيد ودائما تصرا، انا نقترح عقوبه انه اللي يحكموه هكذا يسجنوه ياكل حمار. اي والله يقعد ياكل مده عام وسدم بالحمار في ذنب دار حمار. لا لا اللحم اللي كان يبيع فيه اللحم اللي كان يبيع فيه نورمال تاكل ما انا بالي بلي من السبعينات وانت تسمع في هذا الخبر. لا ماشي من السبعينات، غير من السبعينات. لا السبعينات ما كانش، ما كانش كاينه. نسمعوا مهدي معليش. ما كانش مساله اكل الحمير حتى ان اكتشفت قضيه اكل الحمير في الجزائر. حتى المجتمع الجزائري على الرغم من انه من الناحيه الدينيه ليس حراما على الحمير. إيه؟ الحصان مش الحمار. وبعد نناقشك في المساله. ما تناقش هذه حمدي لانه كيف كيف يعني بص اصلا هو بيحلل ويحرم. لا 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 مساله محسومه. عندك ما عنديش المفروض حد يحرم. انت لازم تجيب واحد في الفقه هنا دائما من الجزائر يجاوب في الحاجات دي. حمدي روح تقرا. ايه روح تقرا. روح نقرا. اديني دليل على كلامك. نعطيك دليل. كمل 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 كمل. على الرغم من ذلك كان عندهم حساسيه حتى من لحم الخيول، وكانت القصابات اللي تبيع لحم الخيول لا تبيع لحوما اخرى، ما تبيعش لحوم اخرى، وكان لحم الخيول كان يمدوه فقط للناس اللي عندهم انيميا الى غير ذلك. مساله الحمير هذه بدات من التسعينات ورواح. لماذا؟ لانه اولا الشابتال تاع الجزائر ولا يتهرب لبرا، يتهرب بشكل كبير. دخلت اللحوم المجمده، واللحوم المجمده ما تفيق لهاش، وبالتالي حتى لحوم الحمير المجمده ما تفيق لها ما تفيق لهاش. ومن بعد مع تطور الاسعار اللحوم ارتفاع الاسعار بشكل مذهل وغياب رقابه وثابت. وزاره التجاره عندها الان تقريبا حوالي 20 اكثر من 30 سنه ثابت الرقابه، ولا الانسان يبيع واش يحب ويدخل واش يحب ويخرج واش يحب. حمدي شجع الكلمه لك. انا اولا بس ادعو ان هو اي حد يتدقق من هذه المعلومه اذا كان حلال اكل الحمير، لانه الموضوع ده حتى لا يكون ترويج او تبرير لاي حد يقوم بهكذا ممارسات ولا مش مهم القانون. صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الحمير لانها كانت الوسيله الوحيده للنقل انذاك. وانا هرد عليك انه ليس من كل من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا لا اسود بكلام مسلم. اعطيني حد اعطيني كلام وضعي. خلينا من كلام من الجزئيه دي. انا طبعا انا مصدوم من الموضوع. كنت معتقد الموضوع ده بيحصل عندنا في برك في هذه القضيه. دار الافتاء تقول هو فيه الاغلبيه الجمهور يقول حرام، وفيه قول عند المالكيه انه يجوز مع الكره. مع الكره. المهم يعني القول الراجح ان هو حرام. خلاص خلينا خرجنا من الدائره الدينيه. طيب خلاص خلينا الدائره الاجتماعيه. يلا النحله الاجتماعيه ما هي دي بتصب في دي. انا لما احلل الناحيه الاجتماعيه هتباح. ماك سريع تحلل. ثواني مش انا اللي بحلل اللي بكلمه اعطي رايي. المصيبه دي كانت موجوده في مصر، واعتقدت ان هي مش موجوده هنا، طلع كمان موجوده. اعتقد انه لابد ان تكون قوانين ردعيه حتى لو استثنائيه، زي ما بيقول علال المتهم في كده اجيبه واكله حمار. فهمتني؟ احنا عندنا في مصر تيجي قبل العيد الكبير وتلاقي العربيات النقل ماشيه ولا بتاع ايه، ويكون فيها حمار. الحمير دي رايحه فين؟ عايزين نعرف رايحين فين. ف محتاجه رقابه شديده جدا من الجهات التموينيه، ويكون فيها اذا كان الظاهره هنا مش ليس بالقوه او بالكثره اللي انتشرت فيها. صحيح. في مصر. صحيح. لازم تكون القوانين اللي تخرج من البدايه تكون ردعيه وقويه جدا حتى تقتلها في الماء. صحيح. جهيزة. صرات. ايه. وعصابة. ايه. الصورة كانت بشعة لتروجوا لها، يعني الصورة اللي تم تداولها بشاعة. وعصابة هذه العصابة. خدمتها. خدمتها. إذا. صرات يا حمي. بعد ما صرات. صرات. أعطيني ذوك بعد ما صرات. أنا راني مع الأستاذ. اسمه ذوك عندنا المترو والترامواي والترا وكاع ناكلوا الحمير. يا أستاذ. والله انا لست مسؤولا
لست مسؤولا. يا ولدي والله الناس ما عادش تخاف ربي يعني صراحه. الناس توقف الناس عن القراءه. مكروه مكروه. انا مانيش مسؤول. مكروه الناس والله ما عادش تخاف. هذا امر ربي هذا يعني. امر ما ناس يتصدد نقاشه. احنا نتحدثوا على ظاهره اجتماعيه. كاين ناس كما راهي تقول لك جاهده سماتهم عصابه راهم يستفيدوا دائما من هذا المطار. صرات عندها في بدايه بغض النظر عن حلال وحرام. صرات 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 وتصرى ما دام ما كانش ردع ما دام هاد الناس لو كان كيحكموهم وكلوا لهم هذا اللحم اللي حكموا عندهم انت ما يزيدوش يعاودوا. حسن هذه على كل حال بدينا في الجزائر نشوفوا الريسان تاع الحمير حاشاكم 1990 92 شفا كنت مزرعه هكذا نشوفوا في لي فوتو هادو انا عندي علاقه تقريبا نقول ما تقولش حميد ماشي حميد عاطفيه عاطفيه مع الحمار ما نحبش نقول حشاكم ما نقولوش حشاكم الحمار انا تربيت في بيئه في الجبل كما قال لك موان ترونسبور رفيق أنا رفيق صحيح الرمل نطلعوا بالحمار توسع نركب تشوف انا فوايا انا الحياة الشعبي انا نموت عليه نموت عليه دونك غير تريد مسكين كيشوف لغايه الان لغايه الان عمليه تنظيف القصبه يتم يتم تو لي فيلاج دو كابيلي سيرتانمون ميم ايور تبناو تبناو كراسا سي تامولي مو لازم وليو نديرو شاشناق نديرو نديرو حمار حمار الحزب الحزب الديمقراطي ولا الجمهوري؟ الرمز نتاعو حمار. في اللغة العربية. لي بارتي ديموقراطي. الديمقراطي الرمز نتاعو حمار. في اللغة العربية. رشدي. في حمار. نسمعوا نضال. رشدي عند العرب، عند العرب كانت تسمي الخادم نتاعها الخادم الصبور تسميه حمار. كانت في اللغة العربية أستاذ بالك هكا على بالك أنت في اللسانيات. وليتوا تخافوا مني. لا لا هو لسانيات. أنه الحمار بمعنى الصبور. صحيح يسموا الحمار صح إيه وهو احنا عندنا في الدرجة يقول لك دباب الخير يجيب الخير يجيبوا عليه كلش يجيبوا عليه الماء يجيبوا عليه القضيان يجيبوا عليه كلش المشكل يعني ضعيف ماهوش في الشر مش في شرف الحيوان لا يغير الحصان الاصيل شريف لكن يؤكل القضية مش قضية شرف قد ما هي ظاهرة اجتماعية ناقشوها الحمار عايز اقول لك من المؤسف من المؤسف جدا شكلها فقرة في حب الحمار الحمار صحيح في بعض البشر والله العظيم في بعض حمير أزكى منهم صحيح في بعض حالات الفيديوهات تشوفها على اليوتيوب وتضحك صحيح في مصر بعض الناس يكون عنده حماره يعرف الطريق من الغيط يعني المكان بتاع الزراعه لحد البيت لوحده يا ولدي الناس راهي تهرب به بالحدود استنى استنى وانه ممنوع وشفت حمار رجلي شارك في الثوره شفت حمار رجلي حمار الحكيم يجيب سلاح يروح لا لا شفت حمار خليني اقول كلمه خليني اقول كلمه تقدم ولا لف ويتحرك خلاص الحمد لله من منبر سرى مسرى يا حسن حسن من منبر حسن من منبر سرى مسرى تحيه لجميع الحمير في الجزائر الله يحييك يا حبيبي العنوان الآخر في فقرة سرى مسرى الجزائر تسحب ملف أغنية الراي من اليونسكو محمد علال علاش محمد علال هو مش الجزائر هي بندوده تسحب ملف اغنيه الراي في اليوم بندوده وزيره في جمهوريه الجزائر لكنه ما قدمتش في دي بلاستاج جو سي با يا ترك مصر ما خلينا ترونكين اعتقد انه كان لازم التوضيح تقول الاسباب التقنيه وحكينا في الموضوع هذا جهيده من قبل لأسباب تقنية تم سحب ملف الغموض لماذا الإصرار دائما على الغموض سمعنا أي تالي على السيارات كان الغموض ما نعلنوش دائما هناك عند المسؤول الجزائري يحب الغموض لماذا يحب الغموض في هيليوبوليس هيليوبوليس لأن الغموض يعطي تأويلات كما قال دائما ويفتح أبواب للشك لأنه الشيء الغامض مشبوه بالضرورة وتكفر عليه الإشاعة انا اعتقد ما دام في غموض هناك لبسه في شبهه شيء مش طبيعي في الموضوع اما ان نقول نعود الى الملف اغنيه الراي تقدم في 2016 من طرف الباحثين وباحثين اشتغلوا على هذا الملف بشكل كبير اليونسكو نفسها في مجلاتها اللي صدرت في 2005 وقبل كانت تتكلم على اغنيه الراي على انها تراث جزائري فيبدو لي هذا في تقديري الشخصي انه الإدارة الحالية لوزارة الثقافة تريد أن تنسب هذا الشرف إليها ولا تريد أن تمحو أي أثر قامت به إيجابي لإدارة السابقة سواء اتفقنا معها أو اختلفنا مع الإدارة السابقة لكن يبدو في إرادة لمحو أي شيء إيجابي حتى في التدشينات يعني تروح وين كاين مسرح تروح الدشنو تضع اسمها وهذا مشروع قديم صح أكيد مع الاشتغالات لكن في هذا الملف تحديدا لأنه يخص
ميراث جزائري كبير جدا ويخص شيء سيرضي كل الجزائريين وكل الجزائريين وكل العالم تدرك بأن أغنية الراي هي أغنية جزائرية. اليونسكو كما قلت لك تحصيل حاصل بالنسبة لها، ملف فقط إداري يخص. في 2016 الباحثين تاع سيان ربياش اشتغلوا بملف عميق جدا وحنا طلعنا عليه، فأما أنه أمور تقنية هناك لبسة هناك شك. أنا تفسيري أنه كما قلت لك الإدارة الحالية تريد أن تنسب إليها هذا الشرف العظيم. نعطيه نقطة توضيحية أخونا هشام، لأنه ملف دائما هناك ملفات في اليونسكو لجعل هذا الموروث تراث عالمي، تراث معنوي عالمي. من بين هذه الملفات يعني الموجودة في اليونسكو منذ سنوات ملف الكسكسي، ملف القندورة القسنطينية، ملف المالوف، ملف أغنية الراي. هذه ملفات على أساس أنه اليونسكو يعتمدها على أساس أنها تراث عالمي. من بين ملفات ملف الراي اللي تقول وزارة الثقافة انه لم يكتمل، والله انه سحبوه، وبالتالي سحبوه من اجل رشدي اعطيونا الفيتو الجاهده. لانه دقيقه خلوني فقط لا لا نعطيك الفيتو الجاهده، اعطيونا الفيتو الجاهده، اعطيونا الفيتو الجاهده. رغم اني ما حبيتش شوف هشام، القضيه جديده، القضيه قديمه تتجدد في كل مره. تطرح الملف في 2016، تقدم في عهد نظام سابق لوزير سابق اللي كان بيهو بهذاك الوقت بتوقيع وزير سابق. بتوقيع نعم، وقعد في اليونسكو. نهاية مارس آخر أجل لتقديم ملف الراي في من تقدمه الوزيرة، سحب. الوزيرة واش قالت؟ لأسباب تقنية بحتة. ما هي هذه الأسباب؟ ما دارت لا كونفيرونس دو بريس، ما وضحت، ما قالت وشنو هو الناقص، شنو هي الملفات الناقصة. يأتي هذا السحب في عز أزمة سياسية تعيشها الجزائر مع المغرب، كنا نعرفوا هذا الشيء. يعني ما هل هذا هو التوقيت المناسب؟ والمغرب لديها ملف في اليونسكو حول أغنية الراي. هل هذا هو التوقيت المناسب؟ استنى دقيقة، خلوني، هل هذا هو التوقيت المناسب؟ ليس لديها ملف. اثنين، قضية الفكرة الثانية أنه تقنيا ما هي؟ قدمي لنا شنو هو الأوراق التقنية الغير موجودة؟ يأتي أيضا المغرب قدم ملف لا 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 حبة تقدم قال راح يقدم إطلاقا مش موجود، فقط مقترح من جمعية بسيطة يعني لا تمثل الدولة. يأتي أيضا هذا التوقيت في ظل عندنا شهرين اعترفت اليونسكو بأنه الكسكسي مغاربي ما راهوش جزائري فقط. في شبهة ملف تقدم ملف تقدم على أربع دول في 2016 ملف الكسكسي تقدم على أساس أنه مغاربي. راني نحكي عليه دركا، راني نحكي دركا راني نحكي عليه دركا، هو الكسكسي مغاربي خلاص مفصول فيه في اليونسكو. في اليونسكو كملي جاهد. الآن في الرأي قولان، القول الأول أنه هل فعلاً أنه تقنياً ماهوش جاهز؟ اثنين، هناك شبهة سياسية، احنا كنا في نظام سابق، في حكومة سابقة، في وزير سابق، إذا كان اعترف به في بالدوسي القديم هو انتصار للنظام السابق، هو انتصار لهم. احنا اليوم هل نحن أمام في إطار التجديد والعودة وإبعاد شبهة كل ما له علاقة بالماضي؟ ها؟ قال معليش نحطوا ملف جديد باش يحسب الحكومة الحالية الوزيرة الحالية باسم مليكة. لكن احنا واش منينا كإعلاميين؟ واش منينا كإعلاميين؟ كومونيكي على الأقل، قال فوالا هاي الأسباب. خلينا قبل ما نعطيو الكلمة قبل ما نفوتوا القضية أنه صرا ما صراش، القضية صرات، نسمعوا التصريح نتاع وزيرة الثقافة باش نتكاوى على هذا التصريح ونخليوه محور للنقاش. ولو ما سحبتوش الوزارة كنا راح نزيدو أونكور نتأخروا، كان راح يرفض أولا وهذا ما نتمنوش من الملفات تبعنا، وفي نفس الوقت كنا راح نستنوا 3 سنين أخرى باش تكون عندنا الحق لوضعه من جديد. دونك فضلنا أننا نسحبوه باحترام، فضلنا أننا نسحبوه نظام لأنه لو كان ما سحبناش راح يكون ناقص وبالتالي يرفض. هناك احتمال انه يرفض في اليونسكو. علاش اليونسكو اللي قالت لهم سحبوه ولا ما هم الجزائر اللي بادرت بسحبه لما طلعت على انه فارغ او على انه منقوص، وهنا اتهام ضمني للوزاره السابقه انها لم تكمل ملف قوي لليونسكو. علال كان يتساءل محمد علال وعلاش انا جاب لي ربي يقول لك والله هذه فلسفه العبث الثقافي اللي رانا عايشينه والله العظيم استنى يا هي تطمح لان تصبح عضوة في اليونسكو فلسفه العبث الثقافي. انا نظن محمد انا نظن لا كارت ميموار تاع اليونسكو تعمرت مادام راح الملف تاع الكسكسي جبدوا الملف تاع الراي باش هكذا يلقاو له بلاصه. هذه هي خلينا نتكلم على الكسكسي قبل ما نتكلم. حسان انا واحد كمصر وجيت هنا كلت الكسكسي بتاع هنا في العاصمه اللي هو بالمرقه البيضاء وجابوا لي ثاني بتاع المديه اللي هو بالمرقه الحمراء. شوف تقول لي اليونسكو يمدوا له العالميه مش عارف الجن الازرق
انا اقول لك الكسكس الجزائري خاصه بتاع المديه هذا كسكس عالمي. الله يا ناس المديه. حسن تحيه ناس المديه. الوغ هايل والله. انا جو ابوردي لو سوجي سو ان اوتر نيفو لا كولتور دو ليتا مفهوم الدوله ثقافه الدوله. ثقافه الدوله كلا ديوا جاهدة بوان ما انتبهش بزاف الشأن الثقافي خاصة ميدان الغناء. إذا كان بهوبي كي كان وزير الثقافة جهز ملف كامل لا أظن أنه أعطى بعث بورقة إلى اليونسكو. لا الملف كان كامل ملف. أنا لا أدافع على مهوبي ولا لا ولا أنا. ولكن إذا كان الملف قوي الملف يعني محترم عندش علاقة بالنظام وزير بن دودة ولا بن شريف ولا بن حمودة دافع على ستان دوسي ألجيريان دو لا كولتور ألجيريان في نابال دروا باش نحطوه ملكة بن دودة نو أنا فالدروا سي ألجيري كي هشام بيعود. أنا نفس واش قال حسن. شكرا. نختم معك مهدي هذه الفقرة سامحيني رحيم. شوف قلنا حاجة على الرأي مسي مهدي. قلنا حاجة على الرأي. على الرأي. شيخ خرميتي. الرأي 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 من بالعباس. لا لا زينة في الرأي. مادام قضية الرأي. منذ تقريبا 10 أيام خرج قانون في مسألة استقبال فنانين أجانب. وأوكل الأمر وزارتي الداخلية إلى وزارة الداخلية ووزارة الثقافة وأصبحت مسألة الذوق العام تسير بطريقة سياسية. أمنية وزارة الداخلية فقط. أنا نذكر وزارة الثقافة أن الرأي عندما بدأ كان لا يدخل البيوت حتى نتفق حتى الثمانينات يعني ايه حتى الثمانينات لا مهرجان يدخل مهرجان وهران كان يدخل مع احمد وهبي مع بلاوي الهواري مع راي خالد وقصاص الان اصبح جزء من الذائقه العامه والدوله ولات حتى تقدم ملف من اجل انه يكون تراث عالمي على الرغم انه في لحظه من اللحظات كان لا يناسب الذائقه العامه. انا اطرح سؤال على يعني انت ضد وزاره الثقافه كيفاش رايحه تحدد لي ما هو المناسب في الذائقه العامه نقبلوه ويتماشى مع تقاليدنا وثقافتنا والاشياء التي لا تتناسب فقط. شكرا مهدي. ما بقاش معنا وقت كثير أنا وقت كثير باش وقت قليل باش نرفعوا التحية لعرض مسرحي ندار في الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء في المسرح الوطني تيانا. كان عرض اللي كان حضور قوي خصوصا للعائلات وأطفالهم. المخرجة اسمها نضال. مرحبا بك المخرجة نضال. عرض المخرجة عرض أجنحة النمولة عرض مسرحي للأطفال. عندنا بزاف ما سمعناش باللي الحركة المسرحية بدأت تنتج لنا أعمال خاصة بالأطفال وما بالك أنه يكون من إخراج المخرجة الجميلة نضال الجزائري ومن نص للكاتب الجميل والصديق يوسف بعلوج. نعم. المسرح كان ممتلئ ونهنيك باسم سراما سرا على هذا الإنجاز الجميل وهذا الإنجاز اللي يدخل في ريبرتوار المسرح الطفل في الجزائر اللي لازم نخصوا له مساحه كبيره في حلقات قادمه من سرا مسرح. واش تقول لنا نضال على هذا العرض؟ اولا شكرا، انت شرفتنا بحضورك في العرض المسرحي كما كل الجمهور، جمهور الصغار والجمهور اللي حضر اللي كما شفت كان ما شاء الله. المسرحيه كما قلت هي من انتاج المسرح الوطني الجزائري والنص الاصلي ليوسف بعلوج، وانا اشتغلت على انا والمستشار الفني الاستاذ بالقاسم عمار المخرج المسرحي والأستاذ الإلقاء في المعهد العالي للفنون المسرحية، اشتغلنا على النص على إعادة كتابة النص، ولأنه النص الأصلي أغراني مادام يتكلم عن المثابرة والاجتهاد من أجل تحقيق الأحلام التي نظن أنها غير ممكنة التحقيق، بالتالي أضفت إليها شخصية المعلم اللي نعرفوه أجيالنا والأجيال اللي قبلنا اللي هو واحد إدوان ربي يرحمه، وخليتها هي الشخصيه المحوريه اللي تدور. اللي اضفتيها
نعم انا اضفت لما اعدت الكتابه اضفت شخصيه حديده لانه عند في نعم في النص الاصلي كاين فقط نموله والحشرات في وسط قسم وكلش طبعا لانه المخرج كما هو معروف عنده الحق وعنده صلاحيات في رؤيه اخراجيه جديده وقد يكون بمثابه انه كاتب ثاني للنص المسرحي. شفنا الكاتب يوسف علوج كانت عنده تحفظ ربما في إعادة كتابة النص أو ربما في إنتاج النص مع أنه حتى من كنت ما نجاوزوش هذه القضية مع أنه كنت تواصلت معاه وهدرت معاه وقلت له قبل لما قدمنا أول قبل لما سمع أنه في بداية لما الإدارة تواصلت معايا وعطت لي النص لأنه أنا يوسف ما نعرفوش شخصيا الإدارة تواصلت معايا عطت لي النص وكذا وقلت لهم بلي لازم نشتغل عليه لأسباب ما يوسف على باله بها نشتغل على إعادة النص الإدارة كانت موافقة يوسف أيضا كلمته مازالوا عندي الرسائل نتاعو قلت له بأنه النص راح نشتغل عليه نعود له كتابة ما كانش معترض لما قدمنا العام اللي فات العرض في نظرا لظروف كورونا قدمنا عرض العرض الأول كان عرض مغلق تواصل معايا أيضا وبعث له صور وقال لي بعثي لي صور بعثي لي لافيش لافيش هاي فيها رسميا إعادة الكتابة بعث له وكان فرحان وكان متجاوب ونشر في الصفحة نتاعه وكلش المسرحية ما المسرحية الحمد لله أنا الهدف نتاعي كان أنه الجمهور جمهور الطفل أنه يجي يشوف عرض بمعنى ويشوف قدامه ممثلين بأدوات أدائية متمكنة وبفرجة اللي يطلبها الطفل من عمر 6 سنوات إلى ما فوق لأنه الفترة التعليمية باش الطفل يقدر يستوعب الأفكار والقضايا اللي يقدموها له من خلال المسرحية واشتغلت على الفضاء وكان الكونسيبت تاعي أنه من القسم ما كنتش حابة نجيب الطفل من القسم يجيني باش يتفرج من القسم تاع المدرسة يجي للمسرحية نزيد نحطه في القسم أنا حبيت أنه القسم يكون متحف أولا باش نخرج حديدوان من المتحف يعني حديدوان الشخصية المعلم اللي كان مهندس الضحكة البريئة اللي كان تقريبا الوحيد اللي اشتغل على مسرح نظيف ومسرح هادف فيما يخص مسرح الطفل وأيضا باش نعلم الطفل كيفاش يروح يزور المتحف أيضا فبالتالي كانت هذه هي الرؤية الإخراجية والناس اللي ما شافوش هذه المسرحية وكتش يشوفوها وكتش يشوفوها اليوم كاين إن شاء الله اليوم كاين اليوم طبعا افتتاح المهرجان رسميا افتتاح المهرجان المسرح المحترف بعد إن شاء الله المهرجان راح نعاودوا نبرمجوا العروض المسرحية المسرحية أجنحة نمولة دعوة يعني خاصة الجمهور الطفل باش يجي يشوف المسرحية محتاجين صحيح نعم محتاجين أعمال كبيرة خصوصا للطفل الجزائري يعطيك الصحة نضال بالتوفيق في مسيرتك الإخراجية لا كل ما بدك الكلمه ندخلوا في سياق اخر هشام عائلة هشام جات شافت العرض نعم جات شافت ونظن كانت شافت مسرحيه ما شافتش جيفه كانت شافت مسرحيه وكانت فرحانه وانا التقيت مع الزوجه تاعو تعرفت عليها ما شاء الله والاولاد ايضا وكان ايضا اولاد تاع التوحد جاو شافوا العرض وفرحوا وحفظوا الشخصيات وبقوا حتى الاخير والحمد لله يعني هذا هو هذا هو المهم موضوع مسرح الطفل والكتابه للطفل موضوع مهم يمكن نخصوا له نعم بالمناسبه المسرح الوطني راح يستحدث دائره خاصه بمسرح الطفل جميل نعم. جميل جميل, جميل شكرا جزيلا نضال يعطيك الصحه حلقه سرى مسرى اليوم خلاصت هذه هي نقاشاتها وهذه هي مواضيعها ما عليكم غير تتصلوا بنا عبر الهاشتاج ولا عبر الهاتف واتساب ايضا للبرنامج من اجل اثراء الحلقات القادمه بالملاحظات والانتقادات ايضا باش ما ننساش هشام موفق أصدر كتاب جديد يتعلق بالتنمية البشرية بعجالة حدثنا عليه هو كتاب اسمه بوصلة التغيير 20 قانونا لا يقبل 20 مفهوما عفوا لا يقبل الجدل في السعادة والإنجاز فكرته ببساطة يتركز على مسألة هو عبارة عن قصة أحداث تقع في مدينة الحراش مدينتي اللي كبرت فيها فشيخ كبير صاحب حكمة مع شاب متأثر بوفاة أبيه بسبب كوفيد 19 فينتقل من حالة الإحباط إلى حالة الإنجاز وفق مسار للتطوير الذاتي التنمية البشرية بنصائح وفق منهج علمي في قصة نعم. واضح وكتشوف هذا الكتاب يوم الأحد إن شاء الله يكون في معرض الكتاب توقيع بيع بالتوقيع يوم الثلاثاء ويوم الجمعة إن شاء الله جميل إن شاء الله للتواصل لملاحظاتكم لانتقاداتكم لآرائكم عليكم غير تتصلوا بنا في الروابط الظاهرة في الشاشة شكرا جزيلا السلام عليكم